بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. تصدر السويق جدول ترتيب دوري عمان تل المحترفين مع نهاية اليوم الأول من الأسبوع 23، وذلك بعد أن تفوق على مضيفي صحن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليصل السويق إلى النقطة 44 بانتظار مباريات الغد وختام هذه الجولة. وفي مباريات اليوم السبت، نجح مسقط في الخروج فائزا أمام المصنعة بثلاثة أهداف لهدف، واقترب كثيرا من منطقة الأمان في حين وصل المصنعة التراجع والغرق في منطقة الخطر. وعاد صحار للانتصارات وأوقف تقدم النهضة بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل. في حلقة الليلة من الدكة مشاهدي الكرام سوف نتناول معكم العناوين التالية: أصفر الباطنة بتأني وثقة نحو اللقب، والموج الأزرق عينه على الكأس لا غير. مسقط يهرب بسرعة فائقة ويرمي المصنعة في المنطقة الشائكة. صحار عاد لجماله بعد فوات الأوان، والعنيد يتوقف في هذه المحطة. في مباريات الغد، كلاسيكو الكرة العمانية يخشاه فنجا ولا يبالي ظفار. العروبة والشباب لا مناص عن النقاط الكاملة، وإلا تبخرت الأمال. غنجة ربابنة صور تصارع الأمواج، والنصر لا يكترث بكل السيناريوهات. وبروفة متكاملة لذهاب نصف نهائي أغلى الكؤوس بين صلالة والخابورة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا انتهت ثلاث مباريات في اليوم الاول من الاسبوع 23 من دوري عمان تل للمحترفين. السويق يصعد هذه المره الى المقدمه بانتظار مواجهات الغد الاربعاء، وهو ينتظر بكل تاكيد مواجهات فنجة والعروبه. ثلاث مباريات في انطلاقه هذه الجوله كانت نتائجها بفوز فريق على فريق اخر. نتائج اليوم جاءت على النحو التالي: صحم في ملعبه يخسر امام السويق بهدف مقابل ثلاثه، السويق يصل الى الصداره ب 44 نقطه، صحار ايضا في ملعبه يكسب النهضه بثلاثه اهداف نظيفه بعد ان رحل عنه مدرب يانكوفيتش، والمصنعه يواصل الغرق ويخسر هذه المره امام مسقط بهدفين دون مقابل، مسقط يصل كثيرا الى مرحله الامان. اربع مباريات غدا ان شاء الله في ختام الجوله 23 من دوري عمان تل للمحترفين. صلاله والخابورة سيلتقيان في الساعة 5:45 في مجمع صلالة. بروفة لدور المربع الذهبي للكأس إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. هذه المباراة ستكون منقولة عبر قناة عمان مباشر. كلاسيكو كبير سينتظر الفريقين ظفار وفنجة. المباراة في مجمع صلالة أيضا ستكون عند الساعة 8:30. هذه المباراة ستكون منقولة عبر القناة الرياضية. صور والنصر سيلتقيان في مجمع صور عند الساعة 6:45. المباراة أيضا ستكون منقولة عبر القناة الرياضية. العروبة والشباب مباراة ستلعب عند الساعة 9:15 وستقام في ملعب المجمع الرياضي في صور، وستكون منقولة عبر قناة عمان مباشر. مباراتين على القناة الرياضية ومباراتين أيضا على قناة عمان مباشر. مع نهاية اليوم الأول من الأسبوع 23 جدول ترتيب الدوري على النحو التالي: السويق يعتلي الصدارة ب 44 نقطة بانتظار فنجة والعروبة في مواجهات الغد. النصر يبقى بمركز بانتظار أيضا مباراة الغد في 33 نقطة. الصحار يتقدم عدة مراكز ويصل إلى المركز الخامس ب 32 نقطة. النهضة يبقى عند الرصيد السابق ب 31 نقطة. ظفار ب 31 نقطة. صحم أيضا يتوقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الثامن. ومسقط يصعد إلى المركز التاسع ب 27 نقطة بعد فوزه على المصنعة. المصنعة صاحب المركز العاشر يقترب أكثر من دائرة الخطر ب 25 نقطة بانتظار مباريات الفرق الثلاثة التي خلفه: الخابورة ب 23 نقطة، الشباب ب 22 نقطة، صور ب 20 نقطة، وصلالة 14 نقطة في المركز الرابع عشر. مع فريق الدكة بعد قليل سنتحدث عن المواجهات التي أقيمت هذا المساء ومواجهات الغد بإذن الله تعالى. أرجو أن تبقوا معنا. في أبرز مواجهات الجولة، فنجا يرحل إلى أقصى الجنوب للدفاع عن صدارته أمام ظفار، الطامح في النهوض من كبوته واستعادة كبريائه في كلاسيكو منتظر بين الغريمين فنجا وظفار. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية.
بعد تتويجه بطلا لكأس مازدا للمحترفين، النصر متسلحا بالمعنويات العالية يحط رحاله في الشرقية لمواجهة مضيفه صور الواقع في مأزق المركز قبل الأخير الساعي لتحسين أوضاعه. هذه المباراة تتابعونها على عمان الرياضية في الأوقات التالية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اذا نعود والى دوري عمان تل المحترفين. اليوم الاول من الاسبوع 23 انتهى بثلاث حالات فوز صحم، او السويق كسب صحم 3-1، ومسقط كسب المصنعه بهدفين مقابل لا شيء، وصحار كسب النهضه بثلاث اهداف مقابل لا شيء، والصداره هذه المره للسويق بانتظار مواجهات ونتيجه ونتائج مواجهات الغد. ارحب باعضاء فريق الدكه في هذه الامسيه. هلال المخيني، محمد العاصي، مساكم الله بالخير. الله يحييك. حياكم الله. طلال العامري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. الله يحييك. حياكم الله. وطبعا الجميع منشغل هذه الامسيه بكلاسيكو الكره الارضيه بين برشلونه وريال مدريد بانتظار نتائج. اولا باول، على يميني اهل برشلونه وعلى يميني اهل الريال. ارحب بالمشاهدين واذكر بان على الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر هناك تصويت وتوقعات بالنسبه للجماهير لمباريات الغد، وتم طرح هذا التصويت منذ اكثر من 4 ساعات تقريبا، من 7 ساعات. طيب سناخذ النتائج اولا باول، نشوف الان نتائج التصويت وصلت بالنسبه لتوقعات المشاهدين لمباريات الغد، مباراه ظفار وفنجة. طبعا يبدو ان التوقع الاكبر لنادي فنجة ب 53%، فوز ظفار 29%، والتعادل ب 18%. الى الان عدد المصوتين 715 شخص. نتيجة مباراة العروبة والشباب، التوقعات تذهب لفوز العروبة 69%، فوز الشباب 19%، التعادل 12%، مصوتون 651 شخص حتى هذه اللحظة. توقع مباراة ثالثة أيضا غدا بين صور والنصر، فوز النصر 58%، فوز صور 27%، التعادل 15%، 710 مصوتين. توقع المباراة الرابعة في مباراة الغد بين صلالة والخابورة، 21% يتوقعون فوز صلالة، 61% يتوقعون فوز الخابورة، 18% يتوقعون نتيجة التعادل، والأصوات 662 مصوت. طبعا تبقت ساعة على موضوع التصويت او التوقعات بالنسبه لنتائج مباريات الغد على حساب البرنامج، واحنا معكم سناتي تباعا على اخر ما وصل اليه التصويت. حياكم الله شباب مره اخرى. نبدا الحوار فيما يتعلق بمباراه السويق متصدر جدول الترتيب الذي عاد من تخلفه بهدف الى فوز بثلاث اهداف مقابل هدف واحد على حساب مضيف نادي صحم. اهلا خلينا نبدا الحوار معك فيما يتعلق بهذه المباراه. ثلاث نقاط مهمه للسويق كسبها وواصل الصراع في الصداره مع الفنجه والعروبه بانتظار طبعا نتائج الفريقين هذيلا بمباريات الغد. نعم، مساء الخير لكم ابو خالد والاخوه الاعزاء، وبالنسبه للمشاهدين الكرام نمسي عليهم. ابو خالد، اذا تكلمنا عن هذه المباراه يعني فيها متغيرات حصلت يعني تحديدا في ارضيه الملعب اول 20 دقيقه. اول حاجه انا اسف ابارك للسويق وظهور المشرف خاصة في الشوط الثاني اللي قدر انه يفرض اسلوبه ويغاع واستحق نتيجة المباراة، ولكن المباراة كانت من البداية يعني دخل فتور نوعا ما السويق، ما كان هذاك الفريق المفروض انه من البداية يحط ايغاع ويفرض ايغاع على المباراة. لاحظنا شوي صحم كان هو الأكثر متحرر بحكم انه الفريق في الدوري ما يلعب بضغوط، بس الفريقين قدموا مباراة جيدة. تدارك الوضع بالنسبة للسويق، وهناك نفس الشيء اليوم كان تميز من كثير من اللاعبين خاصة في الشق الهجومي ووسط الملعب،
فكان هذا التميز مع الغراء الجيدة من الكابتن خيري عطت أفضلية صراحة للسويق، لأن حتى غراءاته في التبديلات اللاعبين الكابتن خيري كانت غراءات مدروسة، وكانت غراءات يعني تبديلات مؤثرة في أرضية الملعب. يعني الأهداف اللي لاحظناها للسويق فيها تنوع بشكل جدا كبير، في كوره من زكي، في كوره من العبد يعني براسيه اللي هي يعني تقدر تقول شوته، لانه فيها كانت يعني كوره مفاجئه بشكل سليم، بس تصرف معها بشكل، لانه هو استلم الكوره من فهد، والكوره كانت دقيقه اصلا، يعني كتمرير كانت دقيقه من فهد القلبوب، ولكن حسن التعامل بالنسبه للعبد قدر ان يسجل يعني براسيه جدا قويه. فالهدف السويغ نفس الشيء بالنسبه للجلبوبي كانت امام دربك امام 18. على العموم تفوق السويغ في فرض ايقاع حتى نهايه المباراه، عرف ايش اللي يريد من المباراه، حظوظه قائمه حتى الان، وهو الان عبر وانجز اللي عليه اليوم المهمه الاولى خلال هذه الجوله، واحط يعني بفوز اليوم السويغ اليوم هو احط العروبه وفنجه تحت ضغط بهذا الفوز، لان اي تعثر في مصلحه الفريق، فهو في المقام الاول خدم فريقه خدم نفسه كفريق كمجموعه. والشيء الجيد انه اليوم السويق يعني نتيجه مستوى صراحه، يعني وانت من الصعب انك في الامتار الاخيره تحصل، يعني كره القدم تريد النتيجه في النهايه، خاصه في هذه الامتار، لان الفريق منافس وما يريد يفرط في اي نقطه من 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 هذه الجولات، ولكن انك تظهر بالصفتين يعني كنتيجه وكأداء فهذا نفس الشيء يحسب للحاله المعنويه اللي فيها الفريق. وهناك اكيد انه كان في تجهيز اداري جيد، كانت في مسانده اداريه جيد، على اساس انه الفريق لاحظناه اليوم مش متنرفز، اللاعبين كان تركيزهم عالي في ارضيه الملعب، وحتى تحركاتهم كانت مدروسه بشكل جدا كبير. هاردلك بالنسبه الصحم انا عارف انه حتى حاله اللاعبين نعم يعني ثغله اكيد رايح يكون بالكاس، بس هو قدم اليوم مباراه، ولكن السويق تفوق، فنقول له هاردلك، ولكن اكيد انه تفكير حتى اللاعبين اوتوماتيكيا يعني سيكولوجيا بيكون تفكير اللاعبين اللي هو منصب في الكاس، الاداره، الجماهير، كل التفكير والهم الاكبر، لان هي الفرصه الوحيده على اساس انه الفريق يخرج من هذا الموسم ببطوله او انه يكون له حظوظ انه يلعب النهائي، فاكيد انه بيكون التركيز والثقل الفريق في مباراه الكاس، فنقول هاردلك لصحم كل عادة مبروك للسويق. تفوق شوط المدربين نعم شوط المدربين خيري. يعني خيري حتى يعني باشراك بعض اللاعبين، برغم ان انا اقول دائما دكه السويق يعني للمستقبل هي جيده، ولكن الان في مرحله التنافس هذه ممكن تشكل ضغط على الفريق، ولكن اليوم كانوا اللاعبين اللي استخدمهم الكابتن خيري يعني قد المسؤوليه، وانا قلت لك هناك ينم عن تجهيز اداري ومبين حتى من عطاء اللاعبين، فاكيد انه كان تجهيز اداري، اضف الى ذلك الغراء الجيده من الكابتن خيري، ونفس الشيء اللاعبين انهم كانوا عند يعني قد المسؤوليه، لان هذه امتار اخير ابو خالد، ما تقدر انت تفرق الخطا كمنافس يعني. نعم يعني في المنافسه، فالخطا الفردي الجماعي يكلفك الشيء الكثير، فهم قدروا انهم يعني يرجعوا للمباراه، لان تاخروا من بدايه المباراه، ولكن انك ترجع وترجع نتيجه مستوى وبثلاث اهداف ومع فريق يقدم عطاءات جيده في المرحله الاخيره اللي هو صحم، فهذا يحسب للجهاز الفني، للاعبين، للجهاز الاداري اللي مبين من خلال متابعتي وملاحظتي انه فعلا مبين انه مجهز الفريق بشكل جيد. طيب شكرا لك ابو فيصل، مساء الخير. السويق خلص اللي عليه هذا الجولة، كسب المباراة وكسب ثلاث نقاط ومتصدر، وينتظر الجماعة المنافسين اللي هم فنجة والعروبة في مباريات الغد. بالنسبة له هو الآن ريح وفاز. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أبو خالد وإخواني الكرام الموجودين معنا في الاستوديو في البرنامج، وكذلك أرحب بالمشاهدين والمتابعين، لو أن هناك يعني اليوم المشاهدين مشغولين بكلاسيكو اليوم، لكن اكيد في حد يتابع بكل تاكيد. على كل حال ابارك في البدايه لنادي السويق هذا الفوز، والفوز المهم جدا يعني على اعتبار انه يعني دخلنا في الاربع الجولات الاخيره، والان حصد النقاط المهمه 12، انا اسميها 12 نقطه الذهبيه، وامس كنا نحط الحسابات على اعتبار ست نقاط سبع نقاط لياخذ الدوري والاغرق. اليوم السويق اقتنص ثلاث نقاط ذهبيه، انا اسميها ذهبيه على اعتبار انهم ثلاث انديه اللي هي تتنافس على بطوله الدوري، السويق وفنجة والعروبه. اليوم السويق خلص
ثلاث نقاط مهمة جدا من فريق على فريق نادي الصحم. السويق برغم تأخر النتيجة يعني تقدم نادي صحم بهدف عن طريق لاعب المميز دائما اللي هو محسن جوهر، لكن السويق عاد واستطاع أن يعود عن طريق عبد النوفل في دقيقة 47 ومن ثم زكي عبيد في دقيقة 58 وفي الأخير فهد الجلبوبي. يعتبره فهد الجلبوبي أول هدف له في الدوري، يعني تعرف أول هدف أعتقد أول هدف في الدوري لما أخاف ظني يعني. بعد ما يعني تعرف انتهى الشوط الأول لصالح تقدم صحم، عاد السويق في الشوط الثاني ومع بداية الشوط الثاني يعني سجل في دقيقة 47 ودقيقة 58 ومن ثم اختتم فهد الجلبوبي المباراة. من البداية أنا مع أخوي أبو حمد على اعتبار أنها كانت البداية، ما هي البداية المتوقعة من نادي السويق على اعتبار أن تعرف مباراة مهمة جدا لنادي السويق وكذلك مهمة لنادي الصحم على اعتبار أنه عنده مباراة يوم الأربعاء القادم مع في الكاس ومع نادي النصر، لكن احنا نتكلم عن مباراة الدوري الآن. السويق وضع هدف أساسي من خلال هذه المباراة الفوز، وبكل تأكيد تعرف في عوامل مهمة جدا عندما تتوفر هذه العوامل في كل مباراة اللي أنت تخطط لها لابد أنك تكسبها بطريقة أو أخرى. هي الفوز الخسارة واردة في كرة القدم، لكن أنت عليك أن تعمل وعليك أن تشتغل وعليك أن يعني تقوم بالواجب اللي عليك. والسويق أنجز اللي يريده وحقق اللي يريده، يعني خذ أنا أقولها وما زلت أقول ثلاث نقاط ذهبية لنا الآن. عندما تريد تعانق بطولة الدوري أو الدرع لابد أن هذه 12 نقطة نطلق عليهم الذهب على اعتبار ان يعني مسيرتك انت قاعد تواصل. السويق في خلال المباريات الماضيه يعني احنا عندما نتكلم اليوم في الجوله 23 ويفوز على صحم، الجوله اللي قبلها كان فايز على المصنعه باربعه بنتيجه كبيره 4-2، واللي قبلها كان متعادل مع ظفار ب 0-0 وفايز على صور ب 0-2 في الجوله 20. يعني حتى الان السويق هو الفريق الوحيد اللي خاسر مباراة واحدة في الدوري يعني ما 23 جولة، مع أن نادي السويق هو أكثر فريق يعني هو يشارك نادي الصحار في نسبة التعادلات وكذلك الخابور 11 حالة تعادل، لكن الخسارة هو الفريق الوحيد اللي ما زال يعني ما زال يحافظ على يعني على خسارة، هي الخسارة الوحيدة أمام ظفار في الدور الأول. إيش اليوم اللي عمله السويق في المباراة؟ السويق هي قراءة جيدة من الكابتن خيري. شوف عندما تشاهد عندما اليوم الفريق السويق لعب بدون لاعبين أجانب على فكرة يعني اللاعبين اعتمد على اللاعبين المحليين وهم عملوا له إضافة. عندما شاهدنا اليوم بدأ يغير خيري ونزل لاعب الخروصي أحمد الخروصي، عمل إضافة جيدة في خط في خط الهجوم. أحمد من اللاعبين الجيدين، أحمد من يعني لو نحن يعني دكة الاحتياط نادي السويق دكة ما هي الدكة في بقية الأندية، لكن عندما أنت تعد لاعب كبديل للاعب داخل الملعب تعد إعداد جيد وتعطيه ثقة بكل تأكيد راح يعني يعطيك الأكثر. حاتم الحمحمي عندما دخل بعد مكان محسن الغساني عمل إضافة جيدة في خط هجوم نادي السويق. استطاع خط الدفاع بقياده اليوم عوده محمد الشيبه لخط ظهر نادي السويق ثقه كبيره للفريق مع عبد العظيم العجمي، وكذلك اليوم شاهدنا الاخطاء القليله من خليل الكحالي. فبالتالي فريق السويق اليوم حقيقه يستحق الفوز، وسوق فوز مستحق يستاهلوه، وهم اليوم تعرف في البدايه وعندهم وينتظروا مباراه بكره، لكن هم يخلصوا مباراه اللي عليهم اليوم وبكره خير على اساس يعني مثل ما قال هنا يعني هم ايضا بهذه النتيجه يضعوا فنجه والعروبه تحت الضغط. اي لان هو لأن تقدم لا تحت الضغط، لان اليوم السويق كان البعض يتوقع ان تحصل يعني نتيجه عكسيه او تعادل او الاخر، لكن السويق اخذ النقاط الكامله في المباراه اليوم على في انتظار مباراه غدا. يعني ظفار يلعب مع فنجه يلعب مع ظفار في هذا دربي اخر او مباراه لها وضعها. نفس الشيء العروبه يلعب بكره في ملعبه مع نادي الشباب، والشباب يعاني من مرحله الخطر الهبوط خاصه بعد فوز اليوم مسقط على المصنعه. بدات انديه الثلث الاخير شويه تتازم اكثر فاكثر. فعلى كل حال انا اجدد الفوز، اجدد التهنئه الصادقه لنادي السويق واقول هارد لك لنادي صحم. نادي صحم حقيقه كنت اتوقع انه يفكر في الكاس، كنت انا وبعدين من تابعت أنا أعتقد من الطبيعي انه هو يعني في النهايه بشر. اي بس حتى المستوى اللي ظهر في صحم اليوم ابو خالد ما هو المستوى اللي كان في المباريات الماضيه. قد يكون
يعني فكر مدرب قد يكون، لانه ما يريد اليوم يكشف كل يضغط اليوم لان مباراه مهمه مع فريق يعني فريق ما سهل حقيقه، يعني منافس قوي، منافس قوي من نادي النصر، ونادي النصر راجع لك من يعني ماخذ بطوله كاس مازدا بروح معنويه كثير عاليه جدا، فبالتالي يعني اليوم الضغط الجهد الكبير اعتقد انه ما كان في صالح نادي صحه من اللي بيدلوه اليوم، على اعتبار ان عندهم جهد اخر يوم الاربعاء، وكلما توصلنا مال اربع ايام وثلاث ايام الاربع ايام القادمه، وتعرف حين ظروف لاعبيننا الغير متفرغين و الى اخره، فاعتقد ان صحم خارج حساباته الدوري نهائيا عكس السويق الا في اولوياته الدوري، ما عنده وما عنده شيء خسر، يعني هو صحم الان توجهه ناحيه الكاس، وتوجه يعني مثل ما تقول هو الوحيد الان مع الثلاث الانديه الاخرى اللي هو نادي النصر ونادي الخابوره جاره ونادي الصلاله في نفس الوقت، يعني فكل على كل حال مباراه اليوم يعني ذهبت لمن يستحقها، واستحقها السويق بكل يعني عطاءات كره القدم، وخاصه اليوم عندما تشاهد فريق يعني لديه الرغبه الجامحه انه يواصل ومستوى فيستحقه، ونتمنى ان شاء الله لفريق السويق جيد، وهذا ما يؤكد الان المقوله يا ابو خالد الاكثر، ان عندما تستقر الجهاز الفني وتعطيه الفرصه الاكبر يعالج بعض المشاكل، يوقف على بعض الحالات، حتى الحاله النفسيه انا اعرف ان من خلال متابعتي لفريق نادي السويق يعني في وقت التوقف الدوري، يعني حتى الكابتن خيري ذهب الى بلده على اساس تعرف حاله نفسيه اخرى، يغير جوه والاخره، يعود للفريق بنفسيه اخرى جديده وفوق هذا ما توقف فريق نادي السويق من تدريباته والاخره، وهذا احد العوامل التي انت تساعد لنا بشر في الاول والاخير، عندما توفر له العوامل النفسيه، عندما توفر له العوامل التي تساعد على النجاح، وبكل تاكيد وانا وحتى السنه هذا يعجبني اداره نادي السويق، حقيقه انا اسجل لهم كلمه شكر واعجاب كثير، لان الهدوء اللي تتعامل فيه اداره نادي السويق ما نحصل فيه تصاريح، ما نحصل فيه صخب، رغم ان هناك بعض الظروف التي خرجوا من الكاس والى اخره، لكن علاج الموقف اللي يتمتع فيه الاخوان في اداره نادي السويق الان برئاسه صاحب السمو والاخوان اللي معه، حقيقه اداره كثير جيد، اتمنى لهم كل التوفيق، عمل كثير جيد، كذلك الحال لا أبخس حق إدارة نادي صحم عندما عاد بالفريق إلى منافسات الكاس الآن، وجهد جيد من الأخوان في نادي صحم، وبالتالي عندما نشاهد أنديتنا لديها الرغبة ولديها الإمكانية يعني مع ضعف الإمكانيات وبالظروف التي تتعامل معها على أساس أنها تقدم الأفضل، نتمنى إن شاء الله كلهم كل التوفيق، ونشاهد بقية المباراة بكرة برغم ان في ضغط ابو خالد على فنجه وعلى العروبه، لكن اتمنى واتوقع ان تكون مباراه بكره مباراه يعني مباراه كؤوس بالنسبه لفنجه وبالنسبه للعروبه. طيب نروح لمحمد العاصم. مساء الخير محمد. مساء النور ابو خالد. محمد اكثر واحد فينا مشغول بالكلاسيكو على فكره. كله. طيب محمد نعود للسويق والثلاث نقاط والصداره. طبعا بين قوسين مؤقته. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب فيك واخواني في الدكه وايضا المتابعين اللي قاعدين يتابعونا ما بين الشوطين. على العموم الصداره وان كانت مؤقته فهي جميله، وايضا السويق جدير فيها وهذا لا شك فيه، الفريق اللي يقدم مستوى ثابت خلال الموسم لم يخسر الا مباراه واحده، اقل بمباراتين عن اقرب المنافسين في 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 الخساره، وهذه أمور تحسب له. الفريق دخلت عليه 17 هدف تقريبا هو والعروبة والنصر من أقل الفرق التي استقبلت شباك أهداف، وهذا يدل على قوة الأداء الدفاعي والتوازن أيضا في الفريق، وبالتالي يستحق السويق أن يتواجد في الصدارة، وأيضا حتى عملية حصوله على بطولة الدوري اعتقد انه الفريق اللي حيكون اكثر استحقاقا للبطوله كونه اذا تخطى المنافسين المباشرين، فنقول انه حسمها عن طريق المنافسين وبالتالي هو الاحق بالدوري. هذا الكلام كله والمباراه في جانب اخر، اليوم شاهدنا شوطين مغايرين ومستغربين حقيقه، يعني شوط اول صحن فيه يظهر بشكل جيد ويسجل هدف وربما هناك ايضا اضاع فرص، وشوط آخر يظهر العكس، السويق يعود للمباراة ويسجل 3 أهداف ويتراجع صحن في مشهد غريب وفي يعني أكثر من علامة استفهام على أداء صحن في الشوط الثاني.
الغريب الأكثر في أداء صحم هو ليست فقط أنه تراجع بدون تركيز، يعني تراجعه كان غير مركز. شاهدنا الهدف الأول 3 من ملاعبي السويق أمام المرمى مقابل مدافع واحد، فتراجع ما في تركيز، تراجع بي 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 في في رتم الأداء وليس في 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 عملية الحفاظ على الهدف. بعض اللاعبين ما شاهدنا مجهودهم العالي في الشوط الثاني، وبالتالي شاهدنا فريق مثل يعني هذا الهدف، لاحظ 3 أو حتى 4 لاعبين التعادل، هذا هدف التعادل، ما في ولا وما في متابعة أبدا من لاعبين صحم. أيضا ظهرت حالة من العصبية على بعض لاعبين فريق صحم، وشاهدنا بعض اللاعبين ربما حتى طغى على أدائهم الخشونة والنرفزة والحديث مع الحكم. في واحدة من اللقطات شاهدنا شايف 3 مدافع 3 لاعبين يتجهوا للكرة، مع أنهم ما يعني ما لهم نصيب في الدوري، ما لهم نصيب في الدوري، ولكن يعني شو اسمه لاحظنا أنهم متنرفزين. في أحد اللقطات شاهدنا محسن جوهر يتحدث مع الحكم ربما طوال المباراة في أحد اللقطات الثلاثة. ناصر شفته في أكثر من لقطة، ناصر العلي أيضا متنرفز، هدفين من من كرات رأسية، ما في تحركات تبين أنه الفريق هل عنده الفريق يعني توجيه باقتصاد الجهد، لأنه لديهم مباراة بعد يومين أو 3 أيام مباراة في الكاس، ولو أنه هذا الأمر غير مبرر على فكرة، لأنه أنت تتحدث عن أن عندك 72 ساعة ممكن أنك يعني تتحضر فيها للمباراة. على العموم الأداء كان سيء بالنسبة لصحم الشوط الثاني، والشوط الثاني وقابلوا أداء عالي من السويق، والسويق كان مركز على أنه يحصل على نقاط المباراة، وفعلا هذا اللي استطاع أنه يحصل عليه من خلال هذه المباراة. أنا يعني ربما شيء شدني في وزين يعني كلامي في توقيت اللقطة هو ظهور محمد الشيب بمستوى رغم التوقف لفترة طويلة، طبعا هو اللي قطع الكرة محمد طبعا يعني. وبطريقة رائعة جدا، وإلا كانت رايحة لمحسن نعم، وتسبب في الهدف الثاني. فالشيب رغم التوقف خلال يعني 5 مباريات، لأنه عاد والشيب يعني يبقى شباب نعم، ولكن وعاد بقوة أيضا كقائد وأيضا كلاعب في له ثقله في خط الدفاع. أعتقد أنه أيضا الفوز مستحق. شوف هذا أحد اللقطات اللي ظهر فيها النرفزة وظهرت فيها الخشونة، وفي احتكاكات جانبية أخرى ما أدري إيش الأسباب اللي ظهرت فيها هذه يعني هذه المباراة. على العموم أيضا نقطة مهمة ذكرها هلال وذكرها أبو فيصل، لأنه سويق ربما لا يمتلك دكة بدلاء قوية، لكن يمتلك مدرب يعرف كيف يستفيد من الأدوات الموجودة لديه، يعني وظف الأدوات بشكل جيد. خلق لنا ثنائي في خط الوسط ياسين الشيادي حارب السعدي كأفضل ثنائي إلى الآن في الدوري، مثل ما قلنا العام الماضي عيد الفارسي كانوا، هذا الموسم نقول حارب السعدي وياسين الشيادي هم أفضل لاعبي ارتكاز تناغم، وأنا أعتقد أنهم هم السبب مع محمد الشيبة وباقي اللاعبين ربما في خط الدفاع هم السبب في أن السويق لا يتعرض لخسائر، خسارتين طوال الموسم، واحدة في الدوري وواحدة في الكاس. الشيء الآخر أنه استطاع أنه يعيد بعض اللاعبين إلى بعض مستوياتهم، ما نقول إلى مستوياتهم الكاملة، إلى بعض مستوياتهم. وربما فهد القلبوبي ربما مر بموسمين سيئين، إصابات نعم، الإصابات والغيابات وعدم اللعب بشكل منتظم. الآن نشاهد فهد القلبوبي وهو يقدم أداء جيد، نعم ربما ما سجل، لكن أعتقد أنه فهد معطي قوة في خط الوسط في الجانب الدفاعي أيضا مع حارب ومع ياسين الشيالي وحتى العبد النوفل في الناحية اليمنى، إضافة إلى قوتهم في الناحية الهجومية. أعتقد أنه انسجام كبير في فريق السويق، ونلاحظ أنه اللاعبين في بشكل عام لعبوا أكثر مباريات، أكثر معدل مباريات لعبوا لاعبين هم لاعبي فريق السويق بشكل منتظم. كل العناصر اللي تبدأ أساسي غالبا ما نشاهد أساسي، والتغييرات تكون في لاعب أو لاعبين، بعكس بعض الفرق الأخرى اللي تجد تشكيلة تتغير. وربما هذا عامل مهم في أن السويق يصل إلى هذه المرحلة وهو يعني في الصدارة. طيب أروح لوسقر. مساء الخير يا وسقر. مساء النور أبو خالد. السويق في الصدارة ويكسب صحم 3-1، طبعا أيضا مع ما ذكر الأخوان الزملاء. مساء الخير. حياك الله. اللي يتابعنا الآن بين الشوطين
بعدهم ريال مدريد. لا عندك مشاهدين ما يهمك انت. لا تخاف لا تخاف. بعدهم ريال مدريد. لا حد يتابعك لا يهمك. جينا مان برشلونة بالشوط الأول. مغردين ما شاء الله حتى الشباب يقولوا كثير متابعين. عموما نحييهم طبعا كل من يتابعنا. اليوم أنا ما أقدر أحكم على اللي شاهدته. القياس لنادي السويق في المباريات المتبقية الثلاث أمام العروبة أمام فنجة ومسقط والعروبة. أما مباراة اليوم يعني صح لم يظهر بالمستوى الأخير على الأقل التطور اللي صار عنده والتقدم في الأداء. فريق يعني أنا شخصيا كنت أحد يعني من تابعة المباراة كنت أتوقع أنه صحم يخسر فيها في هذه المباراة لأسباب كثيرة. أولا أنه صحم داخل المباراة يعني هو بالمنطقة الدافئة لا هو ينافس على اللقب ولا هو حيهبط، فبالتالي متهم من النتيجة. نعم تقدم، وأنا ذكرت يوم أمس أنه يعني تشوف التفرق الآن مع انقضاء الدوري اللي ما عندها شيء ممكن تتقدم هذه، لكن المحصله بالنهايه تطلع خاسره لان ما يعني اذا فاز ما نصيب يعني اذا فاز واذا خسر واذا تعادل يعني خلص هو لا هو منافس ولا هو حينزل. فلذلك انا ما اقدر احكم قلت لك يعني لان المباراه المقبله للسويق هي كسر عظم مثل ما يقول يعني المثل انه تلعب مع فرق منافسه لك على اللقب ومع فريق ايضا يحاول انه نادي مسقط بعد الأداء اللي قدمه في المباريات الأخيرة ومباراة اليوم يحاول أنه يرتقي في جدول الترتيب، فبالتالي سيكون القياس على اللاعبين. يعني أبسط مثال الهدف مع العروبة لعب مع العروبة السويق السويق مع العروبة ومسقط وفنجة مسقط وفنجة مسقط وصحم مسقط ركز معي يا أبو صقر الله يحفظك. وين أنا عندي هنا بالجدول ما أعرف هنا فنجة ولا مصنع بيكون مسقط وصحم يا ابو السويق يلعب مع العروبه يوم السبت هذا الجدول عندي زين ويلعب مع مسقط ومن ثم اخر مباراه هو ماشي على مباريات السويق ثلاث متبقيه نعم ايوه لا فكرناك تقصد صح ولا الفرق الثانيه قلنا ها لا هو ماشي المباريات مباريات السويق انت تقصد مباريات السويق لا احنا فكرنا في انتوا ركزوا معي انتوا ركزوا معي ان شاء الله وانا ركز معي زين ليش ما تقدر تقيم المباراه قصدك انت الان ما قيمها هذه المباراه قلت لك يعني الفريق المنافس ده يلعب امامك ما عنده شيء صح اذا فاز ما عنده شيء لا بالعكس ما ياخذ الدوري واذا خسر ما ينزل ما يهبط واذا تعادل فلذلك لا لكن انا سمعت ان اداره صحم رسلت مكافات فوز اليوم بعدين مضاعفه اذا فاز الفريق على السويق لان اصلا العامل اللي جاء هذا سمعنا حتى يكون لكن انا استغرب يعني رسل مكافات فوز لمباراه غير مهمه بالنسبه للفريق ليش ما اعتقد يعني بعدين انه صحم تحفيز لمباراه الكاس مثلا صحم يعملوها لمباراه الكاس يرصدون هذا ما اعرف يعني معقوله هو سمع احنا ما سمعنا ما سمعت ولا انا سمعت طيب يعني يرصد العهد على الراوي بعدين صحم يستعد بكل تاكيد لمباراته الصعبه جدا يعني مباراه صحم اليوم ما ضغط نفسه كثير قصدك طبعا ما ضغط نفسه ولا ما ماشي يعني حتى بالبدايه انا من سجل قلت حيخسر فعلا سجل هدف محسن جوهر بعدين خسر 3 انت توقعت امس هذا الكلام لا لانه سيناريو معروف يعني انا بالنسبه لي الهدف اللي سجله محسن هدف كان جميل جدا يا اخي شوف احنا الان المباريات التجارية المباريات القادمه انت فريق ما عندك شيء فعموما ما بذل بعدين هم حقهم يعني انت ما تقدر تضغط عليهم اولا هم عندهم اختبار صعب جدا مع فريق النصر في بطوله الكاس فلذلك يعني اليوم المدرب حتى لو لاعب بلاعبين كلهم احتياط ما تقدر انت تقول لي ليش لعبت بهذا الاسلوب اذا النصر غدا ايضا صور بيكسب مباراه النصر لانه النصر ايضا ما بيلعب يعني تعتقد هذه التعليمات المدرب بهذه الطريقه ما اعرف يعني انه عندما يلعب اولا نادي النصر انت يمكن يوم امس بعدين بني على النصر انتم خلوه الحين لا مو هو ما عليه يعني يطرح فطرحه كان ممتاز انه التوقيت غير يعني الاخوه في جدول المسابقات وفي الرابطه ما توفقوا صحيح. يعني كان المفروض انه يضعون بعين الاعتبار وحتى الانديه نفسها
طيب يعني انا ما اعرف النادي ما يتضرر من تقام مباراه. بنرجع للمباراه نعم يعني لكن بين 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 خير يعني خير اليوم هو اللي كسب على اعتبار الشوط الثاني شوط المدربين مثل ما نقول ونجح انه يتعامل مع المباراه. انا ما اقدر اقول لك يعني حتى لو فايز 10 اليوم بعدك ما مقتنع يعني. اي لانه مباراه هي تحصيل حاصل فريق يعني لا ما تحصل تعالي حاصل. على يا اخي هذا رايي يا طلال العامري لكن ما تحصيل حاصل يا مصقر. انا ما اعرف فريق يسعى تعالي على مباراه انا اقول لك وفريق يلعب تعالي على مباراه بعد أربعة أيام نسمي تحصيل حاصل وصدق. مباراة السويق والعروبة يوم السبت أنا أقول لك هذه مباراة طاحنة بين الفريقين لأنه الفريقين ينافسون على الدوري فتلاقي متعة تلاقي إثارة كل فريق يريد يفوز تشوف مستوى راقي جدا. أما اليوم لا مباراة من طرف واحد يعني مباراة كانت طبعا إحنا ما نبخس حق السويق بالفوز يعني مبروك لهم على النقاط الثلاث. ايضا ما يهمني ايضا اكثر انه عوده الشيبه طبعا محمد الشيبه اللي هو يعني خطا كبير ارتكبه اذا كان مدرب المنتخب واذا كان اداره المنتخب في عدم استدعائه امام ايران وانا ادليت برايي هذا في مناسبات عديده صحيح. فمحمد الشيبه لاعب ثروه وطنيه كبيره فنعم اخطا في تصرفه اللي كنا نتذكره لكن يبقى هو عامل اساسي ولاعب. اما يجي واحد ويطلع لنا على تويتر وهذا والشيبه ما اعرف ايش كبير والشيبه يجوز شيبه اسم شيبه بس هو شاب جدا مو قديم هو من اي جيل مو من الجيل عماد الحوسني جيل علي الحبسي او غيره لا فواحد يجي واحد يطلع لك على والله الشيبه لاعب عصبي ولاعب كنا عصبيين انا عصبي انت عصبي هذا بالعمل لا اليوم بالعمل لازم تكون عصبي انت طيب لكن عموما اما للحريص نعم تصرفه خاطئ قلنا عليه فانا ارجع واقول اذا لاعب بهذا المستوى انت تغفل انه ما تلعبه بالمنتخب الاول يعني بعد شو يسوي لك الرجال حتى لا لا نفسه ما اعرف والله مصقر يعني ما اعرف احنا لا طيب. فشفت انت حتى الكره اللي ساعد بيها كيف الاسيست اللي بس هم خذوا ثلاث نقاط مهمه لانه تدريبيه طبعا هذا الهدف مصقر خذوا ثلاث نقاط مهمه بالنسبه لهم لان عارفين المنافسين اللي خلفه اذا فجاه والعروبه بس صحن مشتت الذهن اليوم ديستراكتد يعني كله على مباراه الكاس زين اما احنا موضوع المباريات اللي يتحدث عنها محمد العاصمي يجب ان نتناقش فيه بعد في لما نجي لمباراه لا اريد نتحدث عن ادارات الانديه يعني كيف اداره نادي هي ما تعرف انه المفروض يعني شكرا طيب حد عنده اي تعليق على المباراه قبل ما ننتقل للمباراه ولكن ابو خالد في حاجه ممكن تكون سيئه للفريقين اللي لاحظتها في المباراه الأمتار الأخيرة من أي منافسة في الأمتار الأخيرة يجب أن هناك يكون عندك أكثر من مشهد أو أكثر من حل خاصة في الجوانب الهجومية. احنا لاحظنا اليوم الأهداف يعني كجانب فني لاحظنا الأهداف تتكلم عن أي فريق سواء المباراة الأولى يعني؟ الفريقين لاحظنا أنه حتى بالنسبة لأهداف السويق برغم تميزه ولكن هو يعني الأسلوب أسلوب واحد في يعني أنك أنت تسجل هدف يعني كور كلها عرضية كور من كورنر كور يجب ان هناك في الامتار الاخيره يكون عندك اكثر من حل واكثر من طريقه على اساس انك تسجل. نفس الشيء لاحظنا صحم بهذا الاسلوب في اكثر من مناسبه لان حتى الهدف اللي سجله محسن جوهر كوره من المتمرره من, من من يعني من عرض الملعب تقريبا فهذه كلها ما كانت فيه الخيارات اللي ترجح كفه الفريق باكثر من اسلوب في ارضيه الملعب. فنتمنى ان شاء الله بس السويق هو استحق المباراه صراحه اليوم كان مميز بشكل جدا كبير ووصل لنقطة 44 في صدارة جدول ترتيب دوري عمان تل المحترفين. هو ينتظر بطبيعة الحال لقاء ظفار وفنجة ولقاء العروبة والشباب على اعتبار فنجة والعروبة هم الملاحقين المباشرين. هو خلص اللي عليه فمبروك للسويق. في الجانب الآخر هنا نتحدث عن الصدارة في الجانب الآخر ما نتحدث عن الثلث الأخير من دورينا. نادي مسقط يكسب المصنعة بهدفين مقابل لا شيء يصل إلى النقطة 27 يقفز أكثر مركز. ينتظر بطبيعة الحال مباريات الخابورة الشباب وصور وصلالة أيضا لكن هو يعني حقق ثلاث نقاط مهمة يا أبو فيصل وأوقف المصنعة ومصنعة بدأ يدخل مرحلة الخطر بشكل أكبر وأكبر. يعني أمس أنا قلت أنه من 15 نقطة حقق نقطة آخر 15 نقطة يعني اليوم 16 نقطة يعني كم 18 نقطة وحقق نقطة. نبارك لمسقط بطبيعة الحال بالفوز بداية. ابو خالد بدايه حقيقه مثل ما تفضلت يعني نبارك
لنادي مسقط هذا الفوز على حساب نادي المصنعة. مسقط يمر بظروف كثير جيدة، يمر بظروف كثير متميزة، يمر بظروف برغم أنه خرج من الكاس، والبعض توقع أن خروج مسقط من الكاس راح يؤثر عليه في مسيرة الدوري، لكن بالعكس يعني خروجه من الكاس وخسر فعلا الكاس ومواصلته في الكاس، لكن ما زال يعني هدفه بقائه في الدوري، لأنه هو كان من الأندية وما زال من الأندية التي يتذيل يعني ترتيب الدوري عمان تل المحترفين. مسقط قاس يقدم عطاءات كثير جيدة، الرغبة واضحة من بدءا من الجماهير بدءا وثم مجلس الإدارة ومن ثم المدرب والجهاز الفني والإداري وكذلك اللاعبين. عندما شاهدنا مباراة اليوم فريق يلعب مع فريق في نفس يعني متقدمنا نادي المصنع بنقطة واحدة 25-24 صحيح، وعندما يعني تتيح له فرصة ركلة جزاء ويطيح فيها خارج يعني صدها حارس مرمى نادي المصنع، توقع أن المباراة تعود أو تذهب عنه وتذهب للفريق الثاني، لكن إصرار وعزيمة ورغبة نادي مسقط جعلت الفريق اليوم يفوز يعني بنتيجة كثير جيدة، يحسمها يعني هو حسمها في الشوط الأول بهدفين لعبد القادر فالع، عاد ضربة الجزاء مرة ثانية وسجلها، ومن ثم فينيسيوس سجل الهدف الثاني، وبالتالي نادي مسقط حقيقة يسجل مستويات كثير جيدة. وأنا أقولها بكل أمانة يعني أنا شخصيا من الأشخاص اللي أتمنى استمرارية نادي مسقط في دوري عمان تل المحترفين العام الموسم القادم لاعتبارات عديدة، ومنها أهمها أنها هذا المجموعة من اللاعبين الذين الآن موجودين في نادي مسقط، المستوى الذي قدمه نادي مسقط مستوى كثير جيد، رغبة اللاعبين، صغر سن بعض اللاعبين، حتى اللاعبين الأجانب اللي موجودين تم اختيارهم بطريقة يعني جيدة أفضل من كثير من الخيارات التي يعني ما توفقوا فيها بعض الأندية. نادي مسقط اليوم حقق أهم 3 نقاط على اعتبار أنها اليوم وصل للنقطة 27 كلها تفصل أمام المباراة نقطتين أو 3 نقاط ويكون في موقع قلنا يبقى 30 30 هو يكون في الأمان أمان. يعني عند الآن باقيات 9 نقاط يحتاج إلى 3 نقاط يوصل إلى بر الأمان، على اعتبار أن الأندية الأخرى اللي خلف نادي مسقط الآن راح تلعب مع بعضها، بعض الخبر راح يلعب مع صور، الشباب يلعب مع عفوا مع صور، وإلى آخره في بعض الأندية تلعب مع بعضها. فعلى كل حال اليوم مسقط أوقف وما زال المصنع هو المصنع أوقف نفسه، ومسقط زاد اليوم يعني وقفة نادي المصنع ومعاناته خلاص تكسب الفرق اللي جنبك يعني الآن اليوم مسقط يوقف المصنعة ويطلع عنا بدرجتين بنقطتين يعني وصل إلى 27 والمصنعة ب 25 نقطة. نبارك لنادي مسقط حقيقة المستوى، نبارك النتيجة، نبارك الجهد المبذول مقبل مجلس إدارة نادي صح، ونبارك لهم حقيقة الجماهير عفوا نادي مسقط وكذلك الجماهير التي تتابع أحمر العاصمة تواجده بكل تأكيد في دوري عمان تل هذا الموسم وبقائه في هذا الموسم أعد هذا مكسب كبير لصالح دوري عمان تل الموسم القادم. فريق ياسي قدم عطاءات كثير جيدة، الأخوة في إدارة النادي ياسي يشتغلوا بشغل جيد مع مدرب عارف ومستوى الكرة العمانية، عارف يقرأ قراءة كثير جيدة للكرة، عارف إيش اللاعب العماني وإيش اللاعب اللي هو عنده كيف قاعد يوظفه توظيف كثير جيد الكابتن الخشاب، حقيقة يعني من المدربين اللي يعني يشار إليهم البنان في دوري عمان تل. مسقط ما من الآن بالمقالة مسقط قلت له 3 مباريات، المباراة القادمة مع صحم يعني مباراة صحم هذه لو تجاوزها خلاص نادي صحم نادي مسقط راح يضمن بقاء، وقلت له 2 مباراة مع السويق آخر شيء يعني بعد صحم السويق والعروبة أو مع المتصدرين يعني من الفئة الأولى يعني هو اليوم فوزه يعني عمل له نقلة مهمة جدا تأكيد يعني فوز اليوم عمل له نقلة كبيرة، أوقف المصنعة صعد بدرجتين عن بنقطتين عن المصنعة، أعطى دافع معنوي كثير جيد للمباراة القادمة على المباراة القادمة السبت أو الأحد القادم ما أدري متى مسقط بيلعب الأحد القادم يعني في عنده وقت من الآن للأسبوع القادم لإعداد، وهذا ما يؤكد حتى نادي صحم عفوا نادي أنا مشكل على صحم نادي مسقط في أثناء توقف في الدوري لعب مباراة تجريبية ولعب مباراة مع المنتخب وهذا ما يؤكد على اعتبار أنه أنت في كرة القدم دائما في كرة القدم فيها عمل ما فيها بالتمني وأنا أجلس والله أتمنى ودعوات والتمني ما موجودة في كرة القدم، أنت أعمل
اعمل اعدادك، استمر بدعمك للاعبين، هيئ الفريق تهيئه جيده، وفر لهم الادوات التي تساعد على النجاح على الفوز، وبالتالي نتيجه ما في مضمون، ما في شيء نتيجه مضمونه، لكن ادي اللي عليك وبقي الله سبحانه وتعالى ييسر الامر. المصنعة حقيقه يعني يحز في النفس كثير ان المصنعة يعني تراجع بشكل رهيب، وايد مؤلم جدا تراجع نادي المصنعة، يعني مثل ما تفضل قبل البرنامج يعني نتكلم ابو خالد على اعتبار انه لولا الدور الاول لكان المصنعة يعني غرق في مشكله كبيره، في مشكله كبيره، لكن هو حصد نقاط في الدور الاول. الان ابو خالد عندما نتكلم نادي المصنعة من اخر فوز مع اصحار وقف تماما يعني في الجوله 16 اخر فوز الجوله 16 17 خساره، 18 تعادل مع صور، 19 خسارة، 20 خسارة، 21 خسارة، 22 خسارة، 23 اليوم خسارة، يعني تراجع كثير مخيف جدا. أنا أعرف وأدرك تماما الإخوان في نادي المصنعة برئاسة الأخ راشد بادرين مجهود، لكن تعرف بعض الأحيان بعض الإدارات تنقصها، قد يكون الخبرة تنقصها بعض في مثل هذه المواقف. الفريق اليوم برغم ان اعرف يعني مدرك تماما ومعرف كمعلومه ان سخروا حتى مكافآت الفوز مضاعفه، لكن الفريق بين فريق للاسف ما هو الفريق المصنع اللي كان في بدايه الموسم. حتى اليوم المستوى انا قاعد اشوف هذا المصنع، حتى شكيت ان الملابس اللي لابسينها هو الفريق المصنع، ما هو الفريق المصنع اللي كان سابقا يعني. لظروف عديده قد يعني واحدة الأسباب إنه قد يكون المدرب تم الاستغناء عنه في الفترة الأخيرة. هو استغناء ولا اعتذار؟ يعني لكن ترك مفروض كان هناك يكون في حل من إدارة المصنع في هذا الجانب. هو يمكن رفض يعني كمل. يعني أنت شوف أبو خالد لكل شيء مسبب. شوف أنا بصراحة أنا أحمل شوية عتبي على الكابتن مصبح. مهما كانت الظروف من قاسية. ومهما كانت إذا كان ناخذها بالجانب الإيجابي، يعني قصد الرجل يمكن يتغير الوضع، أنا أطلع يمكن يتغير الأفضل. يعني أبو خالد اليوم أنت كمدرب مشيت معاه من بداية الموسم وعارف النادي صح ولا لا؟ الموسم الماضي أعتقد الموسم الماضي. يعني يمكن هناك في سبب هو جبر ما هي مشكلة يعني لما تحصل إنه أنا أشوف اليوم وجهة نظري، يعني تبقى وجهة نظر. اليوم عندما تترك فريق لأي ظرف من الظروف، ما نعرف يعني ما نعرف الخواص، بعد خسارة يعني لا هي الخسارة كانت موجودة، لا بعد خسارة يعني هو ترك بعد خسارة أكيد بعد خسارة من كأس مازدا ترى مع النصر، عندما خسر في كأس مازدا قبل النهائي تم هو حسب ما أنا التقيت مع الأخ راشد وقال لي هو كان يريد يطلع من فترة لكن هو متمسكين معه. لكن أقول يعني لابد أنك بعض الأحيان أنت تضحي، لابد انك بعض الاحيان تضغط على نفسك على اساس يستمر. لكن كانت هناك في ضغوط من الاداره، ما اعرف حكم قربه يعني ما على المدرب، ما اعتقد يعني واجبرت على الاعتذار. قال الاخ راشد رئيس النادي بالعكس يقول انا متمسكين احنا نريد ان نتمسك يستمر فيه نادي المصنع حقيقه في وضع كثير، لا 25 نقطه في مشكله كبيره، في خطر كبير وما ادراك ان المباراه القادمه المصنع يلعب مع فنجة وبعدها يلعب مع النصر والأخيرة يلعبها مع من؟ مع الخابورة. يعني ثلاث مباريات، مباراتين مهمات، يعني ثلاث مباريات نقول كلها، يعني النصر يريد يحسن ترتيبه في الجدول، نادي فنجة يطلع على الخابورة محتاج، والخابورة محتاج، وانت ثلاث نقاط ما يعمل لك حاجة. فبالتالي يعني الله يساعد والله يعين الإخوان في نادي المصنعة على الوضع اللي هم برغم أنه أعرف أنه في تحركات كانوا على مستوى الشباب أنهم يعني لدعم الفريق خلال فترة خلال هذه المباراة المباريات الأخرى، لكن للأسف ما لاحظت هذا من خلال أداء الفريق اليوم. أتمنى إن شاء الله أنهم يراجعوا الوضع لأنه في باقي 4-5 أيام 6 أيام و7 أيام لحتى الأسبوع القادم المباراة القادمة مع نادي فنجة أنهم يعني يرتبوا بعض الأمور، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق برغم أننا نعرف أن هناك بعض الإصابات قد يكون أثرت على اللاعبين خاصة في خط أثرت على الفريق خاصة في خط الظهر، يعني في ثلاثة لاعبين. وشوف وهذا ما يؤكد على الفريق حتى منهزم معنويا ابو خالد، يعني من كل هذه الخسائر خسائر منهزم معنويا ركلتي جزاء في مباراه في شوط واحد، ركلتي جزاء عليك. هذا ما يؤكد على ان الهزيمه الذاتيه موجوده عند اللاعب، فاللاعب هو يملك الفارق، فاللاعب المحتاج الاداره خلال المرحله القادمه محتاج انه يعني يعملوا على الجانب النفسي
اكثر من الجانب الفني، لان انتشال الفريق هو يحاول انه ما في جانب يعني معالجه نفسيه، بعكس مسقط، بعكس مسقط. لكن احنا كنا نتكلم ونقول انه دائما تغيير المدرب ربما يحدث هزه في الفريق. صحيح. الان انا اعتقد انه فريق المصنعه مشكلته مش مشكله بس مدرب، وانه انت محتاج الى هزه في الفريق. الفريق اعتقد انه متحطم بشكل نهائي. الفريق رغم انه يوجد فيه عناصر وعناصر شابه جيده، الا ان الفريق ما قادر يعني يصمد امام فرق حتى في ذل الترتيب، وشاهدناه يعني نتكلم من 15 نقطه الفريق ما حصل الا نقطه واحده. اعتقد انه في امور كثيره سيئه في فريق المصنعة في هذه الفترة، والمصنعة اللي نشاهده الآن لا يمت بصلة. اليوم كثير سيء طبعا برغم أنه في مباريات سابقة كان ينهزم، ولكن اليوم اليوم سجل ما يمت بصلة للمصنعة اللي كنا نشاهده المواسم الماضية ينافس ووصل إلى مرحلة مثل ما ذكرنا لولا الخمس نقاط له في الدور الأول كان ممكن يكون في شيء. محمد كان عنده أدوات، يعني كان عنده محترفين جيدين، لا كان عنده لاعبين. نقطة التحول يعني نقطة التحول لفريق المصنعة هو الاستغناء عن المحترف البرازيلي طبعا داسيل. لكن ترى الحاجة نقطة التحول، شوف في دورينا الماضي كان عنده مهاجم جيد انت تمشي. بطل الدوري مش ما لازم نقول بطل الدوري، ولكن نقول انت ممكن الفريق الجيد. لكن نعود لمسقط محمد، يعني فريق محمد اللي كسب مسقط فريق في 10 جولات الدور الثاني، 10 جولات اليوم احنا نتكلم عن 10 جولات إيه؟ يجمع لك كم نقطة؟ 7 نقاط من حالتين الفوز بس، فوز النهضة وفوز الحار وتعادل صور 23 نقطة انت خاسر. هو خاسر فيصل. الآن احنا نتحدث عن الأسباب اللي وضعت المصنعة في هذا الوضع. بس كلموني في الدور الأول المصنعة كان جيد وحصل على نقاط جيدة. عملية التغيير أو عملية الاستغناء عن المحترف قد تكون مبررة لمجلس الإدارة، وهو أنه لكن مؤثرة المبلغ اللي دفع فيه ساعدهم على الإيفاء بالتزاماتهم، لكن أيضا في الناحية الفنية أثر على الفريق بشكل كبير على التسجيل. صحيح. طيب أثر على نسبة التسجيل. أنا ما أريد أريد على هالرجل هذا اللي ظهر بالصورة أحسنت. أنا حاط أنه عنوان رئيسي عندي الخشاب، وفعلا استغرب يعني إذا كنا إحنا فعلا مصرين أن نجيب مدرب أجنبي لمنتخبنا، كنت أتمنى أن الاتحاد يفكر في الاسمين هذا الخشاب وخيري. إذا كنا مصرين فعلا، لأنه لا تنقصهم الخبرة، خصوصا الخشاب كان مدرب لمنتخب تشاد وعنده تجربة على مستوى أفريقيا بشكل جيد وعمل نتائج ممتازة وحتى في الدوري المصري. والرجل الآن شاهده مع الخابورة كيف غير شكل الخابورة، مع مسقط كيف غير شكل المسقط بنفس الادوات اللي موجوده عنده. يا اخي مسقط انا الدور يعني الاول كم نقطتي وكم مسقط كله، يعني غير فريق بدرجه 180 درجه وخلاه فريق. انا اعتقد انه لو الخشاب مع فريق مسقط سنقول العلم الدور الاول ايوه الخشاب كان 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 ممكن انه يكون هذا الموسم موجود مع الخابوره. ايه لو الاشكال اللي صار لو صارت الاشكاليه اللي في بدايه الموسم، وايضا الخشاب لو كان موجود عند مسقط من البداية أعتقد أنه سنشاهد مسقط منافس على بطولة الدوري، وبالتالي الآن يجب أن إدارة مسقط تعمل للموسم القادم، لأن أنا من وجهة نظري أنه مسقط باقي في بعد الفوز اليوم بعد الفوز اليوم 27 نقطة، هو محتاج إلى 3 نقاط فقط مع عدم خسارة منافسة وقد يكون غير محتاج لأي نقطة قد تخدم النتائج أخرى، لأنه في مواجهات مباشرة راح تكون في الأندية اللي في الخلف. فاليوم وضع نفسه في الدور المحترفين للموسم القادم، والآن يجب أن تعمل إدارة مسقط بتثبيت الفريق وربما حتى على مستوى المحترفين اللي موجودين في مسقط مميزين. هذه النقطة الأولى اللي أريد أتحدث عنها. النقطة الثانية اللي بتحدث عنها هي هدف مسقط الثاني يدرس، جملة تكتيكية تدرس، وهي جملة ليست اعتباطية، هي جملة متمرن عليها الفريق بشكل جيد، واضح أن الفريق متمرن عليها بشكل جيد. مجموعة من التمريرات ثم تنتهي بانفراد فينوس بحارس المرمى، ونتمنى لو كنا نشاهد هذه اللقطة بيجيب إن شاء الله بيجيب لقطة الهدف الثاني، لأن فعلا أنا أعتقد أن من أجمل الأهداف اللي شاهدناها هذا الموسم ليس كتسجيل الهدف، وإنما العمل اللي سبق الهدف كجملة تكتيكية، كيف الفريق اشتغل بشكل متناغم. النقطة الثالثة محمد رمضان، مدافع جيد وإمكانيات عالية،
محمد رمضان الآن مفترض أنك أنت ينظر لك كلاعب دولي تكون أكثر هدوءا مما شاهدناه في مباراة اليوم. ارتكب أكثر من خطأ والحكم كان رحيم معاه في أكثر من مناسبة، إلى أن يعني اضطر الحكم أنه يخرج له الكرت أو البطاقة الحمراء. مفترض أنت الآن أصبحت ثقل في الفريق، وأيضا لاعب تأخذ ستايل وثقة أكثر طبعا، وبالتالي مفترض أنك تكون أكثر هدوء. نعم صغير في السن، لكن ثقة المنتخب يجب أن نشاهدها في أرضية ملعب مثل ما يعني هذا اللقطة الهدف، هذا اللقطة، وحتى لو جبناها من البداية بنشاهد كيف مجموعة التمريرات، هذا الموجودة في ملخص نعم مجموعة التمريرات لاحظ يعني وانتو هدف جميل جدا. الشيء الآخر أيضا اللي بتحدث عنه هذه لقطة الطرد لمحمد رمضان هو اللاعب قاسم البلوشي. أنا أعتقد أنه مركز ثقل للفريق رغم أنه ليس من أبناء النادي يعني، لكن أعتقد أنه لاعب جندي مجهول، جندي مجهول وأيضا استحق حتى اللاعب تكتيكي بالفريق قائد الفريق. وأعتقد أنه لاعب يعني بإمكانيات عالية، لاعب ممتاز في عملية الاستحواذ وبناء اللعب وهادي في أرضية الملعب وأعطى زملاء وثقة ولعبه سهل، هو يلعب لعب سهل مش معقد يعني. نعم. مجهود برغم أنه اليوم مسقط يعني، إذا تكلمنا عن مسقط نقول أول حاجة هارد لك المصنع وصراحة مخدم نفسه تحديدا في هذه المباراة، لا مستوى ولا نتيجة، وهو الآن يعني فتح على نفسه باب مظلم بالنسبة للمصنع. بعكس مسقط اللي فتح لنفسه باب كتثبيت في دور عمانة المحترفين. الشيء الجيد اليوم اللي أريد أتكلم فيه في مسقط، أول مبارك لمسقط الجهاز الفني والإداري واللاعبين يعني صراحة على عطام، حتى محبين نادي مسقط واللي كانوا يتواصلوا معنا يعني نقولهم يعني هناك تنمي إنه في دراية. مسقط اليوم 3 لاعبين أساسيين وهم ثقل في الفريق اليوم كانوا غايبين، معتصم واللاعب السنغالي للمحترف في لاعب آخر، ويضاف إلى ذلك الطرد. ولكن الشيء الجميل والمميز في مسقط أنت لما تمتلك مجموعة لاعبين، واللاعبين هذول موهوبين يعني عندهم مهارة فردية عالية مثل الأخوان حمد ومحمد الحبسي، بالإضافة إلى أكثر هناك عندك فال وعندك فينيسيوس نفس الشيء، لاعبين لهم ثقل جدا كبير. ولكن مسخر الكابتن شريف الخشاب مسخر هذه الموهبة الفردية وأشركها في جماعية الفريق، يعني ما تحصل اليوم في لعب فردي. في بعض المباريات السابقة كان يعني فينيسيوس يعتمد على الأسلوب الفردي ويستغل قوته ومهارته ومراوغته في 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 بعض فترات من المباريات، ولكن مع استمرار الوقت نلاحظ انه مسقط يثبت اكثر على الجماعية بشكل اكبر، تسخير هذه المهارة للفريق كمجموعة مش يعني للفردية بين كل لاعب ودور معين وخلاص، لا تحصل هناك في جماعية، وهذا شيء جيد ويحسب للخشاب والمجموعة اللي عنده. أنا أشوف إن هذه المباراة لمصنعة، إذا رجعنا لمصنعة إن هو يعني ما حاسب إيش أهمية المباراة، لأن لاحظنا الفريق يعني تأخر، يعني كان في ضربة جزاء وضاعت ولكن ما كانت في ردة فعل برغم إنه الحارس قد يعني قدر إنه يصد ضربة الجزاء اللي ضاعها فينيسيوس، ولكن ردة الفعل كانت بطيئة أو يعني تكاد تكون معدومة. نفس الشيء تأخر بهدف المصنع، ما كانت هناك في ردة فعل برغم إنه في أسماء، يعني اليوم المصنع لما تذكر في أسماء موجودة، والأخطاء جات من لاعبين مميزين يعني كضربة جزاء مثلا من بشار، يعني يمتلك مقومات لاعب مدافع جيد، ولكن أنت ترتكب بعض الأخطاء هذه ممكن تسبب لك مشاكل خاصة في هذه المرحلة من الدوري. فلاحظنا الفريق صراحة متفكك، لاحظنا الفريق ما في قيادة اللي تقود الفريق في أرضية الملعب، شكل إنه بس يلعب يعني مباراة وخلاص. نعم يعني للأسف يعني ما كان حاسب بأهمية هذه المباراة. أهمية هذه المباراة يعني وبنتيجة اليوم ودتك في نفق يعني بنفق مظلم كثير، لأن المباريات اللي باقي لك مباريات مهمة، فرق تنافس اثنين وفريق واحد يعني ممكن همه أكثر الكاس اللي هو النصر اللي بتلعب معه، ولكن أنت 3 نقاط في هذه المرحلة بعد هزيمتك اليوم ما تخدمك بشكل كبير، فأنت محتاج أكثر من خلال هذه 9 نقاط محتاج أكثر من 3 نقاط. هذا واحد. الشيء الثاني يعني اللي بغيت أتكلم فيه، مسقط صراحة يعني العمل اللي جالس يتكون في الفريق، أنا أيد أخوي كلام محمد وأبو فيصل نفس الشيء، إنه يجب على الإدارة تسعى في تثبيت خاصة يعني الجوانب الأساسية في الفريق،
كجهاز فني نفس الشيء. إذا كان المحترفين تقدر من الآن بعض اللاعبين، فيجب أنك يعني الأساس الفريق يجب من الآن تشتغل عليك يكون عندك ثابت في الموسم مهما كانت النتائج، لأن هذا الفريق يجي منه نتائج أكثر وأكثر. فألف مبروك لهم صراحة، قدموا لنا مباراة كثير جيدة. نشكر جماهيرهم اللي حضرت في أرض الملعب، ونشكر جماهير المصنعة نفس الشيء اللي أزرت فريقه، ولكن للأسف كان فريق المصنعة ما كان غراءته سليم لهذه المباراة. عموما مسقط في المركز التاسع ب 27 نقطة، هو سيظل في المركز التاسع لأن المصنعة خلفه خلاص، والخابور من حتى لو كسب ما بيوصل لهذا الرصيد. متواصلين في الحديث عن المباريات، عندنا مباراة ثالثة طبعا لصحار كسب فيها النهضة. قبل ما نتحول هذه المباراة نذكر بتوقعات الجماهير بالنسبة للمباريات الغد، مباريات الأحد في الختام الجولة 23 من دور عمان تل المحترفين. على حساب البرنامج الرسمي على تويتر موجودة التغريدات طبعا، توقعاتكم نتيجة الظفار والفنجة. إلى الآن 52% توقعون فنجة، 29% توقعون فوز الظفار، و 19% تعادل، 736 من الأصوات اللي صوتوا. بالنسبة لمباراة العروبة والشباب 667 صوت، 69% للعروبة، 19 للشباب، 12 لحالة التعادل. توقع لمباراة صور والنصر وتوقعات الجماهير على تويتر مع البرنامج، 59% توقعون فوز النصر، 27% توقعون فوز صور، 14% التعادل. حالات لو عدد المصوتين 730 صوت. في مباراة ضد صلالة والخابورة 681 صوت، 21% يتوقعون فوز صلالة، 61% يتوقعون فوز الخابورة، 18% يتوقعون التعادل بين الفريقين. بناخذ تغريدات الموجودة أيضا على حساب البرنامج الرسمي، مع كل الشكر والتقدير لكل المغردين المتواصلين مع البرنامج. نشوف التغريدات. تغريدة عبد الناصر محمد يقول سيم سيم كل سنة في الأمتار الأخيرة من دورينا الانتصالات تكثر. على حنا تكلمنا فيها عبد الناصر. حمد هاشي اللي يقول مساء الخير، مبروك على سياق الفوز الجميل، هارد لك يا صحم، القادم أفضل إن شاء الله. تغريدة الشحي يقول رجوع السويق في الشوط الثاني يدل على وجود لاعبين ومدرب محنك على الدكة، واللقب سويقاوي بإذن الله، للأمام يا سويقاوي. تغريدة خميس الهندسي يقول مبروك فخر الباطنة اعتلاء الصدارة، وإن شاء الله الدوري مبروك لأم سويقاوي، هارد لك الموج الأزرق. تغريدة محمد الغاربي ألف مبروك للسويق، 3 نقاط في غاية الأهمية، تضع العروبة وفنجة تحت الضغط، أتمنى مواصلة الرقم المميز لنادي السويق بخسارة واحدة. صلاح يقول متى راح نشوف لكل نادي ملعب محترم ولاعبين محترفين على مستوى عالي؟ رياضتنا بين قوسين، أو أنا خليها طبعا بين قوسين، فاشلة بالتصرف. راشد السعيد يقول فرصة العمر لنادي الخابورة الذهاب إلى نهاية قد لا تتكرر مستقبلا، لأنه يقابل فريق فنيا أقل منه، بالتوفيق للفهود. يتكلم عن لقاء الخابور وصلالة. القاسمي أولا مبروك لأصفرنا، ثانيا أتمنى محاسبة الحكام، يا أخي تعبنا منهم. خالد لوهيبي يقول ألف مبروك لجمهور الفارس، 3 نقاط مهمة يكسبها مسقط للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر، تحياتي لك أبو خالد الكباتن في البرنامج. حياك الله الأخ خالد، شكرا. الغساني بدأ مسلسل إشاعات بأن الصحن باع المباراة للسويق، لو كانت المباراة بيعت ما راح تسجل أهداف بصعوبة بالأخير، مبروك الأصفر، هارد لك الموج الصحن. ناصر الشيدي يقول هارد لك للصحن، مبروك للسويق. اختصر الشيدي ما قصر طرع. أيمن الصالحي هيثم خليل يقصد لا تتكلم بالغاز، ولكن راح ندر عليك المباراة القادمة. إيش هذا ما فهم إيش؟ ما افتهمت. أبو سعود السلام عليكم، محمد العاصمي وهيثم خليل لا تخلوا في ذمتكم السويق لعب واستحق الفوز، ولا تجلسوا تقللوا من فوز السويق. يعني يمكن نفس عمان لعبتنا هذا الحساب. يقول غريب أمرك يا محمد العاصمي، سوريا تقدم 2-0 شوط الأول على فنجة، وفي الشوط الثاني يسجل فنجة 4 أهداف، ما قلت مباراة غريبة؟ لا برد عليه. طيب فاصل فاصل ولا خلي الشباب إذا عندهم تعليق. طيب تعليق سريع محمد، اولا سريع من فضلك. اولا اعتقد انه هو متحسس، لان احنا ما قلنا انه السويق اخذ المباراه، قلنا انه غريب اداء صحم كان نازل في الشوط الثاني. مختلفين معنا هذا الكلام ابو فيصل؟ تغير الاداء في الشوط الثاني صحم والسويق. ما حد غلل. اذا هل قلنا انه السويق وش اسمه هو اللي قال تحسب حاصل؟ يمكن لا، هو المغرد يقصد صحم، المغرد حاسب شيء خلل من فوق. لا هو المغردين حاسين بشيء، الظاهر انه هو مشنج يعني، ولا هم حاسين بشيء؟ لان احنا ما ذكرنا الا انه صحم كان اداء في الشوط الثاني سيء. الشيء الاخر بالنسبه لمباراه صور وفنجان، ما اعرف عن اي مباراه يتكلم،
اعتقد ان انا هذا الموسم في الدكه. لا هي لما كسب كان صور متقدم اللي دخل فيها المشجع قبل الجوله الماضيه. بس 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 ابو خالد هذا علي ان يعتذر يعني ايش ذمتكم وهذه المغرد مثل ما احنا نخطا ونعتذر للاخرين ما تاخذ عليها لا يعني. لا هذا المغرد علي ان يعتذر هذا تجني انت ما واثق من الكلام اللي قلته يعني ورايك وعلى هذا ابو خالد احنا مو يعني علي ان يعتذر هذا كلامه غير صحيح ردود عليه هو متحسس والانتماءات متحسس يعني لا تشكك بالنتيجه مش ذمتك يعني يعني حملك شيء لا قدر الله مثلا انا احب واحد يذكر اسمه كامل كمغرد يعني يذكر اسمه بالفعل اللي نحن واضحين خاصه في هذا الشيء احنا واضحين ومعروفين في اللي يغرد مثل هذه التغريده يذكر اسمه يعطي رقمه اي لا مو تاخذ اعطونا الفاصل اعطونا الفاصل يعني ايش ذنبي اذا واحد اسمه سوبرمان واحد اسمه جريندايزر انا ما اعرف منو هذا جريندايزر اعطونا الفاصل في ابرز مواجهات الجوله فنجا يرحل إلى أقصى الجنوب للدفاع عن صدارته أمام ظفار الطامح في النهوض من كبوته واستعادة كبريائه في كلاسيكو منتظر بين الغريمين فنجا وظفار. هذا اللقاء يأتيكم على عمان الرياضية في الأوقات التالية. بعد تتويجه بطلاً لكأس مازدا للمحترفين النصر متسلحاً بالمعنويات العالية يحط رحاله في الشرقية لمواجهة مضيفه صور الواقع في مأزة المركز قبل الأخير الساعي لتحسين أوضاعه. هذه المباراة تتابعونها على عمان الرياضية في الأوقات التالية. حياكم والله. إذا ننتقل إلى المباراة الثالثة اللي أقيمت الجمعة أو الجمعة السبت وفيها كسب صحار النهضة بثلاث أهداف مقابل لا شيء. صحار يقفز أكثر مركز يصل للمركز الخامس ب 32 نقطة يتوقف رصيد النهضة عند 31 نقطة. هيثم ثلاث نقاط مهمة للفريقين ما عاد تهم طبعا في حسابات اللقب أو غيره لكن بعد خروج يانكوفيتش صحار يعود ويقدم مباراة جميلة بصراحة اليوم يفوز 3-0. يعني أبو خالد مثل ما تفضلت مباراة يعني لا تغني ولا تسمي من جوع الفريقين هما بالمناطق الدافئة لكن ما يحسب اليوم هو فيدران عاد وسجل هدفين يعني يمكن هذا العنوان الأبرز للاعب منافس على صدر أعتقد لأنه هو نعم نعم هدافين لأنه كان حسين هو كان في الصدارة كان عنده 11 سجل هدفين صار 13 لأنه ايضا يعني صحار مثل ما ذكرنا يعني احنا دائما نشوف مو كل الفرق يعني احنا شاهدنا المصنع خسر الفرق اللي تجري تغيير في اجهزه الفنيه تكون رده فعل للاعبين او الهزه اللي نشوفها وفعلا اليوم صحار استطاع من خلال هذه المباراه ان يعني بمدربه المساعد المغربي مولاي حسن انه يثبت جدارته ويسجل ثلاث اهداف وهي نتيجه كبيره على فريق مثل النهضه اللي حقيقه عليه ان يعد العده للموسم المقبل. النهضه غير مقنع يعني هذا الموسم لا نتائج لا اداء لا يعني مو النهضه اللي تحسن لما يعني نعم نعم هذا مما لا شك فيه. احنا شدنا بالاخ المزاحمي اكثر من مره وبقيادته لكن يعني شوف لا يوجد فرق انت المنتخب الوطني كل الجمهور كل الاعلاميين كلهم اجمعوا ان بول لوغوين دمر المنتخب زين الا اداره الاتحاد استمرت وتمسكت بول لوغوين وشاهدنا اللي صار مو هذا لوبسكارو الان نفس الموضوع النهضه كل الجمهور والعالم والمتابعين والنقاد يتحدثون يا اخوان هذا المدرب السابق جدران يعني ما توفق مع الفريق دمر للفريق النتائج سيئه الا اداره النهضه بقت متمسكه به متمسكه الى ان بعد اجرت التغيير الكابتن المزاحمي اللي استطاع ان يقود الفريق
واستطاع أن يقف بوجه الفرق الأخرى. فبالتالي هذه المغالات يعني المفروض أنه هو عطاء، يعني واحد يعطي واحد، يعني هناك تفاعل بين كل الأطراف، بين الإدارة، بين شغلتنا. أبو خالد لا تقول لي برشلونة 2، أنا ما قلت شيء، لا تأشر. وهذا ريال مدريد تقدم 2-1، يلا ما عليه. يا الله يا الله الحمد لله والشكر الآن طاقة صار عندنا يعني الله يبشرك بالخير على هالخبر هذا، لأنه محمد طيب. العاصمي كل ما أشوفه أنا أتشائم نتيجة المباراة. نعود لمباراة اليوم أنا متفائل عموما أبو خالد، ففوز مستحق لنادي صحار. أتمنى مثل ما ذكرت يعني أعود لسياق الموضوع، أنه دائما إحنا يا أخوان الإدارات في كل مكان، سواء في المنتخب الوطني في الأندية، إحنا ما عندنا شيء يعني ضغينة معينة، لا بالعكس، إحنا نتمنى التفاعل بين كل الأطراف، لأن واحد يكمل الثاني، الإدارة تكمل الإعلام، الإعلام يكمل الجمهور، فهذه الحلقة يجب أن تكون دائما متواصلة. من نجي إحنا نتحدث زملائي، أنتوا، أنا، الجمهور المتابع، جمهورنا الكريم أكيد يعني من عنده تعقيب، هو متابع مستمر ويهمه مصلحة هذا الفريق والجميع يهمه مصلحة المنتخب. فأنت من تشاهد مدرب معين ما يحقق النتائج المرجوة مع الفريق اللي يقوده، فنتمنى أن يكون تفاعل بهالموضوع. فبالتالي النهضة يجب أن يعود، لأن النهضة دائما الفريق اعتدنا أن نشاهده على منصات التتويج. بس صحار اليوم قدم مباراة جميلة بصراحة. نعم نعم بكل تأكيد، يعني صحار مبروك له لهذه النقاط، احنا قلناها، قدم مباراة جميلة، فاز بجدارة، مبروك للاعبي، عودة الروح. لكن أنا أتحدث على فريق صاحب ألقاب اللي هو نادي النهضة، يجب أن تتعاقد إدارة الفريق مع مدرب في الموسم المقبل قادر على عودة الفريق إلى الألقاب مع لاعبين محترفين مثل ما اعتدنا من إدارة النهضة سابقا. يعني هذا بنناقش في حلقات من قادمة، من باهوما توغولي إلى جمعة سعيد إلى الأسماء الجميلة اللي استقطبتهم الإدارة إلى النتائج الحلوة. نتمنى أن يعود نادي النهضة منافس على الألقاب. خلصت و... ها؟ خلصت عندك شيء؟ عندي إن النتيجة 1-1، الهدف ملغي، لا هدف غير خير. مبارك لصحار يا والله، هذا خميس البلوشي أعطاك معنوية عشان تتكلم عن مباراة. مبارك لصحار. مبارك طبعا لصحار. صحار صراحة اليوم قدم مباراة جيدة، نشكر نفس الشيء الجهاز الفني، ونبارك بداية لجماهير ولاي حسن على فكرة، هو اللي مسك الفريق. نعم ولاي حسن وهو مساعد كمساعد نعم المدرب السابق، وهو ما بغريب على صحار لأنه هو فعلا كان حتى لعب مع صحار وكانت له اسهامات كبيرة مع الفريق. فاليوم اللي لاحظنا في الصحة لاحظنا حتى الوجوه مختلفة، رغبة اللاعبين كانت حاضرة في أرضية الملعب. يعني المباراة هذه يعني هي شبيهة بمباراة فوق نظر بمباراة فوز، يعني فوز صحار اليوم نفس فوز مسقط، لأنه خلاص وصل إلى 32 نقطة، وهذه تأمن لك البغاء بشكل جدا كبير، وتبتعد عن كل الأمور، بإمكانك تذهب إلى أعلى من هذا المركز اللي أنت فيه. فصراحة اليوم صحار كان مغنع بشكل جدا كبير، كانت عطاءات اللاعبين كثير جيدة. صحار عرف إيش اللي يريد في المباراة من خلال يعني هجوم المستمر، وما في كان هناك، يعني لاحظنا إحنا صحار ما في كان الاندفاع الهجومي على حساب الدفاع، يعني في ترك مساحات وما شابه، لا، فكان الفريق متوازن اليوم بشكل جدا كبير، كانت عطاءاتهم جيدة، يعني اللاعبين حتى كانوا حاضرين في أرضية الملعب، عكس النهضة اللي أقول له هارد لك ولا الجماهير النهضة نقول لك هارد. هذه أسوأ مباراة أنا أشوف النهضة مع الكابتن خليفة. صراحة مستلم الكابتن خليفة، العطاء الفريق كان أكثر من وأفضل من اللي لاحظنا اليوم الفريق كأنه يقدم مباراة يعني بدون هذه الرغبة الأكيدة لتأدية المباراة، يمكن على أساس وضعه هو كفريق، بس يجب أن تكون لردة الفعل بشكل أكبر وبشكل أفضل من اللي شاهدناها اليوم. الأخطاء الفردية هي ضيعت الفريق بشكل جدا كبير اليوم في مباراة اليوم، لاحظنا ما كانت المراقبة اللصيغة من محمد الشلوب بالنسبة لمهاجم صحار في الرأسية، يعني كان متأخر على اللاعب، لاحظنا ضربة جزاء، لاحظنا ففي أخطاء فردية في الفريق، ولكن صحار هو من اللي كان الأميز، صحار هو اللي كان الأفضل، عرف كيف يستخدم كل الأدوات إنه يكسب هذه المباراة صراحة، من حراسة المرمى حتى الهجوم، الفريق كان يعني منضبط، الفريق كان مؤدي بشكل جيد.
يعني عارف المباراة إيش اللي يريد منها وقدر إنه يترجم هذه إلى نتيجة إيجابية تخدم مصلحة الفريق في بغاء في الدوري. فألف مبروك للصحار وجماهيره، هارد لك للنهضة. صراحة النهضة قدم مباريات أفضل من هذه بشكل جدا جدا كبير. أبو حمد مبروك لك، ريال مدريد 2. خلينا نتكلم ريال مدريد، رغم طرد لاعب راموس انطرد لأن الحكام دائما يتعاطفون مع برشلونة. مبروك عليك، انت تشجع برشلونة؟ لا وانت قبل قليل تقول النتيجة 1-1. مبروك لك ابو حمد. الفريقين ما كان عندهم يعني اهمية كبيرة بالنسبة للمباراة، ما كان يجيبوه مستقر اليوم فاصل. لا مو هو طلع لي ابو، مو طلع عنده حلقة خاصة اليوم. لا هو ابو حمد طلع اليوم النتيجة 1-1. يلا الحين 2-1 ما عليه. ها ابو صقر مرتاح؟ الحمد لله. ايوه رديت على معنويات عاليه. نرجع ابوي لدورينا اخوي، عارفين احنا ايش. مبروك لكل مشجعي ريال مدريد. زين الحين بسنا الحين خليه في مباراه من فضلكم عشان بس. على كل حال يعني نبارك لنادي صحار هذا الفوز، وفوز معنوي كثير جيد. تعرف بعد ما خسر مباراه كاس مازدا مع نادي النصر اللي استحق الفوز والبطوله، كانت هناك كثير من القاويل او كثير كان من العتب على المدرب خلال الفتره الماضيه، وظهرت حتى ابو خالد من خلال الارقام التي الان سجلها نادي صحار في الدور الاول والدور الثاني. عندما نتكلم عن نادي صحار في الدور الثاني، الدور الاول لعب 13 مباراه، فاز في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراه واحده، يعني حصل 22 نقطه في الدور الاول. هذا صحار وتصدر كم جوله، يعني كم جوله هو كان متصدر. في الدور الثاني من الان 10 مباريات الماضيه في الدور الثاني، يعني لعب فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات. يعني حصل حتى الان 10 نقاط، يعني 32 نقطه هي مجموع الدور الاول والدور الثاني حتى الان من 23 مباراه نادي صحار. فنادي صحار فعلا يعني بعد ما تم الاستغناء او تم عن الكابتن المكيس والجو المدرب اللي استغنوا عنه اخيرا، ما كانت نتائج ايجابيه تسجل لصالح. بس اليوم عملوا مباراه جميله بصراحه. اليوم حتى شاهدنا الفريق اللاعبين شويه شبه ما تقول تحرروا، كانه هم يعني كان المدرب ما مرتاحين. ترى دائما تكون اذا كانت العلاقه بين اللاعبين والمدرب علاقه ما تكون علاقه يعني جيده، بكل تاكيد تكون مؤثره. اليوم يعني هذا حكم جديد على فكره. نعم لاول مره مازن المشايخي عمل مباراه كويسه بصراحه. هذا تحسب لقيت الحكام حقت ياسين يدعموا الان بعض الشباب اللي في دول عمان تل حسب ما عرفته من ضمن حكام المشروع الاسيوي وجيد المشيخ. يعتقد هو صلاله هو مشيخ. نعم اعتقد مشيخ مازن شخصيته جيده، يعني في ارضيه الملعب شخصيته ممتازه، يعني يتخذ قرارات يعني بطريقه جيد. انه تعطي ثقه اليوم يدير مباراه يعني في دوري عمان تل وبهذا المستوى كثير جيد. تحسب لهم الاخوان في لجنه الحكام حقيقه، جزاهم الله بخير. ارجع للمباراه ابو خالد صحار والنهضه، يعني صحار تكلمت عنها ان يعني الفترة الماضية ما كانت في علاقة أجدها، وقد يكون يعني بعض المتابعين أو محبين نادي صحارة والجماهير التي نادت بإقالة المدرب أو الاستغناء عن المدرب قد يكون عندهم الحق في ذلك. أخيرا عندما اليوم نجد فريق صحار اليوم بثوب جديد برغبة أخرى تماما، برغم أنه في منطقة الوسط، يعني اليوم هو عادل إلى المركز الخامس، يعني حقق المركز الخامس، ترك خلف نادي 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 النهضة في انتظار مباراة بكرة ظفار، لأن النصر خلاص هو في المركز الرابع يعني في نقط 33، هو في ظفار بكرة مباراته مع فنجة، لو فاز بكرة ظفار 34 نقطة يعني. فنادي صحار اليوم خذ مباراة معنوية جدا، فوز معنوي جدا، يعني بعد خسارة مثل ما بديت يعني مع نادي النصر في كاس مازدا، واستغناء عن المدرب، عودة الفريق اليوم بروح معنوية عالية وأداء كثير جيد. فيدران عادل التسجيل الآن، اليوم يتصدر قائمة هدافي دور عمان تل ب 13 هدف، يعني يتقدم عن حسين الحضري، برغم ان حسين الحضري بكره عنده مباراه، واتمنى ان شاء الله يعني حسين انه يعود الى مستواه والى الجانب التهديفي. انا اتكلم كلاعب يعني ما على حساب نادي فنجه يعني على ناس ايا كان. أي. في المقابل نادي النهضه ابو خالد يعني في الدور الاول حصد 17 نقطه،
وفي الدور الثاني الان بعد ما استلم الكابتن خليل المزاحمي حتى الان هو من خلال 10 مباريات الماضيه حصد 17 نقطه ما عدا المباراه اليوم. للاسف هي المباراه اللي شاهدناها ما ظهر الفريق بهذا المستوى الذي ظهر عليه نادي النهضه في المباريات الماضيه. على كل حال نبارك لنادي اصحار هذا الفوز، نقول لنادي النهضه هارد لك. نادي النهضه يعني انا اعتقد انه كسب جهاز فني جيد، عاد ثقة في اللاعبين رغم خسارة الفريق اليوم. تعرف كل فريق بعض الأحيان يمر بدروب شوي معين، لكن بكل تأكيد متى تشاهد يعني هم الآن يعني هم كلهم مساعدين الآن، خليفة كان مساعد وهذا مساعد مولاي مساعد، هذا هذا يعني شوف هذه كلها نقاط أبو خالد يجب أن لا تمر مرور الكرام على مجالس إدارات الأندية وحتى على الرابطة عندما يعني نريد نحلل الدوري، عندما نريد نقلل نقيم الدوري طيب. في نهاية الموسم هذه نقاط مهمة جدا. اليوم نادي المصنعة يلعب المساعد إيه؟ نادي الشباب صار له فترة يلعب المساعد، نادي اليوم مولاي ما كان مساعد ترى في الفريق، جاء مع المدرب الجديد مع ياكوفيتش هو كان موجود، بس هو ما بغريب على اللاعبين. بس اليوم اتذكر انا كان في الوحده سابقا كان في الوحده قبل كان لاعب اخي لاعب 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 حتى مرحله الصعود هو اصلا. لا تزعلون ابو صقر اليوم، لا لا هو ابو حمد الله يخليك، حتى حكم اللغاء يعني اول مره يحكم، حتى افتكر عمره 23 سنه ما شاء الله، عمل مباراه كويسه صراحه، مباراه جيده، اعطوا الثقه للجماعه يعني يستاهلوا. في شو اسمه تغريده حد بيطرح سؤال في نفس الموضوع، طيب اعطونا اياه، اعطونا التغريده بنشوف تغريده. يقول لك لي ابو فاط سؤالي للجميع، هل توافقون الراي بان الاسلوب الدفاعي المتحفظ للمدرب السابق نادي الصحراء هو السبب في تراجع النتائج الاخيره؟ ابو فاطمه محمد العاصمي. انا ما اعتقد انه هو الاسلوب الدفاعي، انا اعتقد انه في مشكله في لاعبين صحار، وهذا لابد انها الاداره توقف عندها بشكل كبير اذا كانوا يريدوا فريقهم ينافس الموسم القادم. المشكله انه لاعبين صحار يضغطوا على الاداره بشكل متواصل بخصوص المدرب. وهي بين المدربين من ايام المكيس المكيس ومن بعد المدرب اللي جاء بعده والمدرب الماضي، وستظل اللاعبين بهذه الطريقه. المشكله في لاعبين صحار اكثر من مساله الاسلوب واللعب. يعني هذه معلومه خطيره اذا كان كذا. هذه يعني ما معلومه هذه حقيقه معروفه. لا 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 انت اذا هذه المعلومه معك هذه ضعف اداري، انا اعتبره اذا اللاعب هو اللي يضغط. لا اذا كان اللاعب هو من يتحكم في سياسه الاداره، يعني اذا تكون عندك مشكله. احنا نقول ضعف محمد، لا انا اقول ضعف، انا اقول ضعف محمد، محمد تقول ضعف، انا اقول ضعف. ايوه ابو حمد عندما يطرح الان مغرد بهذا السؤال للجميع، الاخ محمد الان قال هل لا اسلوب المدرب السابق هل في تحفظ دفاعي؟ وانتم ما تدخلوني بالجماهير محمد، لا على الاجابه على السؤال. لا يتكلم ابو خالد في شيء يعني، لا انا عندي مباريات اربع بكره. لا ما لا لا ابو خالد احنا ما نختلف عن موضوع كثير ترى مهم جدا اللي هو لا عندما يكون اللاعبين يعني ما يتعامل مع يشيلوا المدرب وغيره يعني ياثروا على حساب النادي، على حساب النادي. اعتقد ان هذا امر في منتهى الخطوره. اليوم هو ناديك يعني، واذا انت تريد تسجل موقف معين لا تسجل موقف وانت تلعب الاداره بعد. اقول لك نفس الشيء، انت تسجل موقف على الاداره على المدرب، لا تسجل وانت داخل الملعب، لان في الاخير النادي سجل فوز او خساره وتعادل، فانت ما ممكن اليوم تتعامل يعني تساعد في عزيز ان الفريق يخسر، شيل المدرب بعد ما يشيل المدرب ويجيب المدرب اخر بادي جيد ويفوز الفريق. هذه ظاهره طيب. حقيقه نتمنى انها يعني طيب. تدرس، ونتمنى ان شاء الله انها ما تكون موجوده في ملاعبنا وبين لاعبينا. طيب صحار مبروك الفوز 32 نقطه، وضعيته طبعا لانه في المركز الخامس بانتظار مواجهات الاحد. أربع مباريات ستكون ختام الأسبوع 23 من دوري عمان تل للمحترفين، يقرأها معكم زميلنا محمد الضبعوني. كهل متفائل وطفل حالم وشاب مندفع تسمروا في مقاهي صور وعلى جوار السيح الأحمر لرؤية عمان الرياضية، انتشوا مع انتشاء الجوهرة وانكسروا مع اكتمال رونق شمس السويق. اقتراب أصفر الباطنة من خط النهاية أجج من العبء على ثنجة والعروبة، لا مناص من الفوز وإلا هرب الدوري إلى أحضان السويق. كلاسيكو الكرة العمانية هكذا نعتقده، وهكذا أجبرنا تاريخه الممتلئ بالذهب على وصفه.
وإن خيب آمالنا مرات ومرات. ظفار وفنجة، الأول يقف على برج آمن لا يغريه الدور الراحل ولا يخيفه المد الجارف من خلفه، أما الثاني لا زالت فرصة إنقاذ موسمه متاحة. لا مازدا، لا كأس، والأسيوية غض الطرف عنها. مارد الأندية العمانية عريس الموسم الفائت بدوره وكأسه، ترجل عن صدارته قبل التوقف، كان يلاحق وبات يلاحق. وضعية معقدة للعروبة، لا سيما وأن خصم الجولة 23 اصطياده شائك، لا يغرنكم سوء نتائجه ولا موقعه المتردي بجدول الترتيب. الصعوبة تكمن في احتياجه للثلاث نقاط قبل النقطة. الشباب يراقب بربكة ورجاء تسلق المنافسين عن يمينه وشماله. في مشهد مصغر وبروفة متكاملة لذهاب نصف نهائي كأس صاحب الجلالة، يستقبل صلالة فهود الباطنة. هنا تبدأ لعبة الهبوط الرسمي وانتظار نتائج الآخرين. خسارة النمور إذا قابلها انتصار الشباب على العروبة، حينها تبزغ مجددا مقولة الصاعد هابط. أما الشيخ فهد عليه انتشال الخابورة إذا ما ابتغى الخروج من هذه الغرفة المظلمة. الظلام والأوجاع تتسع بقعتها لتطال صور. هل يمكن للغنجة أن تغرق وهي تحمل في بطنها أذكى وأقوى ربابنة الجزيرة؟ هل يمكن لحصن سنيسلة أن يتهاوى وحوله رجال تستند على أكتافهم الجبال؟ ننتظر لنرى ما ستبوح به الجولات القادمة، بل سنمعن النظر في رحلتهم على السنبوق نحو بحر العرب، حيث يتربص لهم النصر في أعلى قمم جبل سمحان. النصر حجب مقلتيه عن الدوري، تغزل بمازدا فكسب ودها، لا بأس بالثانية وإن غلا مهرها، فكأس أغلى الأسماء جمالها لا يضاهى. أربع مباريات إن شاء الله. صلالة والخابورة بتكون على عمان مباشر، ظفار والفنجة على الرياضية، صور النصر على الرياضية، والعروبة والشباب بتكون على قناة عمان مباشر. هذه آخر مباراة في التوقيت، يمكن حتى الآن من بداية الدوري بتلعب 9:15 العروبة والشباب، يعني بتخلص الساعة 11 برنامجنا يمكن يبدأ والمباراة ما خلصت. طيب نبدأ عن الظفار وفنجة، لكن قبل ذلك خلص التصويت. طيب آخر نتائج التصويت على المباريات الأربعة اللي وضعناها في حساب البرنامج على تويتر، نشوف آخر النتائج أو يعني النتيجة النهائية بالنسبة لتصويت المشاهدين وتواصلهم مع الحساب الرسمي للبرنامج. بالنسبة لمباراة ظفار وفنجة 739 صوت، 29% توقعوا فوز ظفار، 52% توقعوا فوز فنجة، و 19% توقعوا التعادل. توقعات الجماهير بالنسبة للعروبة والشباب 69% توقع فوز العروبة، 19% توقع فوز الشباب، 12% توقع التعادل، 670 صوت. المباراة الثالثة بين صور والنصر 27% توقع فوز صور، 59% فوز النصر، 14 تعادل، 437 مصوت في هذه التغريدة. مباراة صلالة والخابورة 22% فوز صلالة، 60% فوز الخابورة، 18% التعادل، 686 صوت تم التصويت بهم في هذا التوقع. هذه نتيجة طبعا التصويت النهائي، عاد مثل ما ذكرنا سيستمر هذا التصويت في المباريات القادمة سواء في الدوري أو في الكاس إن شاء الله. الآن أبدأ بظفار وفنجة في مجمع صلالة الساعة 8:30، المباراة بتكون منقولة على الرياضية، يعني بكرة القناة الرياضية الساعة 6:15 الصور والنصر، وبعدها ظفار وفنجة إن شاء الله. صلالة والخابورة الأولى في عمان مباشر، وبعدها في عمان مباشر العروبة والشباب. ظفار وفنجة، فنجة يبحث عن الصدارة مع السويق، وظفار لتحسين الأوضاع لا أكثر. نبدأ بالمستضيف اللي هو ظفار. ظفار هذا الموسم يعني خل وفاض، هو خرج مسابقة الكاس، خرج يعني في الدوري حظوظه يعني ما ممكن إنه يوصل كبطل للدوري، عكس فنجة اللي هو عنده حظوظ إنه يكسب هذه المباراة وإنه يرجع صدارته من خلال بفارق يوم واحدة يعني عن فوز السويق اللي تحقق اليوم. فالأهداف في المباراة كحسبة مختلفة بين ظفار وبين
فنجا، ولكن كاهميه مباراه وكديربي وبحجم اسم الفريقين، نعم اسم الفريقين والبطولات اللي يمتلكوها الفريقين، يجب ان المباراه تكون لها احداث مغايره عن الواقع اللي في وضع الفريقين حاليا. ليش؟ انا لما اقول لك يجب ان تكون هناك موجود، احنا نعرف التنافس الازلي تقدر تقول بين الفريقين، وما في اي فريق، ويمكن ذكرت هاي النقطه بالامس، ما في اي فريق يعني يريد يبتعد الفريق الطرف الاخر عنه بعدد البطولات، بعدد كثير من البطولات. الان هذا دور اللي هو ظفار على اساس انه يقدم مباراه جيده امام فنجا. فنجا نفس الشيء عنده فرصه كبيره انه يتعدى ظفار، لانه هو الافضل مستوى من خلال الدوري ومن خلال النتائج، لانه فريق منافس وفريق غير منافس، فالارقام تنصب في مصلحه فنجا انه يقدم عطاء جيد. فاذا كان اي فريق من الفريقين انه حط هذا الهدف يعني في تركيزه هو او في عقليه اللاعبين انه هذه تختلف هذه المباراه عن الحسبه او ما شابه، هذه مباراه تبقى مباراه فنجا وظفار اللي هو ديربي جدا كبير وكثير من الجماهير التابعه، نريد نشوف قيمه يعني قيمه اسم الفريقين هذين لوينها اختفت بشكل جدا كبير خاصه في ظفار، ولكن نريد نشوف قيمه هذه. لكن الضغط الاكبر على فنجا، لان فنجا يريد ثلاث نقاط يا هلال. نعم، ولكن اليوم خليك من الاسماء والتاريخ بالضبط انا ما بلقى لهذا الشيء، ولكن اي متابع اليوم للمباراه لما تقول له فنجا وظفار ما يروح لك على الارقام، ولا يروح لك يقول لك لا اسمين كبيرين يجب ان انا اعطي وقت او اعطي مساحه او ان اتجاوز عن اي عمل على اساس اني اتابع المباراه. مباراه فيها قيمه معنويه بالنسبه لظفار، فيها قيمه فنيه بالنسبه لفنجا على اساس انه هو يريد ينافس ويذهب لبطوله الدوري. فنتمنى ان نشوف مباراه بكره جيده بين الفريقين. ابو فيصل. ابو خالد، مباراه دائما خلينا احنا ناخذها من مباراه اللي طرفها فنجا وظفار، تكون دائما يعني من المباريات اللي تعطي متعه اكثر وحماس اكثر ورغبه الفريقين للفوز على اساس تعرف تسجيل للتاريخ. ما بالك مباراه بكره يعني يعني تاتي في منعطف خطير للفريقين، انا اعتبرهم. نادي فنجا يسعى لمواصله الصداره وينافس ويعني يزاحم نادي مع السويق ويوصل لنقطه 44، اعتبر هو نادي فنجا والسويق كانوا في النقطه 41، اليوم السويق حصل ثلاث نقاط ذهبيه، بكره فنجا نفس الشيء يريد انه ياخذ ثلاث نقاط على حساب ظفار. نادي ظفار يمر بظروف نفس الظروف للمواسم الماضيه، على الاقل انه يعطي الجانب المعنوي انه يفوز على فريق ظفار، للجانب المعنوي على اعتبار انه تعرف لغه الارقام والالقاب دائما هي في طليع، يعني نادي ظفار ونادي فنجا هم في الطليعة، هم في صداره الالقاب سواء كان في الكاس او في الدوري العام للسلطنه. وبالتالي ظفار بكره ما راح يعني مثل ما البعض يتوقع او انه يكون يلعب مباراه وهو يعني في منطقه الوسط، لا، بيترك بكره كل هذه الحسبه. فريق نادي ظفار خرج خاسر في مباراه الماضيه من مسقط ب 2-4، في المقابل نادي فنجا مباراه الماضيه كان فايز على نادي صور باربعه هدفين، يعني هذا فايز بالاربعه وهذا خسران بالاربعه. وبالتالي مباراه بكره مهمه لفنجا بصوره اكبر، وتاتي مهم يعني في لها اهميه لنادي ظفار على اساس انه تعرف في الدور الاول الدور الثاني. ابو خالد، يعني عندما نتكلم عن 10 مباريات نادي ظفار لم يسجل الا حالتين فوز، فاز على صراره وفاز على المصنعه فقط. يعني ومن ثم تعادل في ثلاث حالات تعادل مع الشباب 0-0. المقابل فنجا ليس باحسن حالات اي على اساس اذكر لك بالارقام الان. النادي وتعادل مع صحار 3-3، ونادي السويق 0-0، وبعدين كانت خسر من الصور، خسر من العروبه، خسر من صحم، واخيرا خسر من نادي مسقط. وبالتالي نادي ظفار الان في وضعيه 31 نقطه غير مرضيه تماما لجماهير وعشاق نادي ظفار تماما. نادي فنجا نفس الشيء يمر بظروف غير طيبه جدا، يعني وروائح قد يكون تظهر روائح حول المدرب بعد مباراه بكره في حال لا قدر الله اي تعثر للفريق. اعتقد انه ما في صبر على الجهاز الفني، لانه اعتقد انه
في بعض المؤشرات ما كانت ايجابيه خلال المباراة الماضيه، سواء كان في بطوله الدوري او حتى في خروج من الكاس، خروج من الكاس، كاس النتائج في مباراه كاس الاتحاد الاسيوي، برغم انه فريق قاعد يعني فاز في الجوله الاخيره قبل توقف الدوري قبل مباراه المنتخب على نادي صور، وعوده عبد العزيز المقبال الى سجل التهديف وسجل هو هاتريك المباراه 3 اهداف. بالتالي مباراه بكره يعني نامل ان تكون مباراه حقيقه من العيار مثل ما تقول المميز دائما والثقيل، كمتعت تمتع الجماهير كاضافه لمباراه الدوري دوري عمان تل المحترفين. نادي فنجة يسعى لكسب 3 نقاط ويزاحم نادي السويق، نادي الظفار يحاول مصالحه جماهيره ومصالحه نفسه ومصالحه اللي حوله تمام محبي نادي الظفار، على اعتبار انه فريق نفس الوضع اللي عاشه في المواسم الخمسه او السته السابقه يعيش نادي الظفار هذا الموسم. على الاقل نفسيا جماهير نادي الظفار عندما تفوز على نادي فنجة وتوقف نادي فنجة عن مواصله الصداره قد يكون عامل نفسي يعني، بالتالي هذا تحسب في مثل ما ذكرت لاهميه نقاط لفنجة اقل منها طبعا بالنسبه لي. لا هي المباراه بكره لان فنجة خسارته مثلا او تعثره بكل تاكيد، لان احنا ينتظروها السويق والعروبه بكل تاكيد، لان وخاصه المباراه بكره يعني احنا عندما نتذكر مباراه الدور الاول كان لصالح نادي فنجة، سجل عبد العزيز المقبال في الدقيقه 45 وفي الدقيقة وعادل حسين الحضري من ضربة جزاء في الدقيقة 60، ومن ثم يسجل محمد المسلمي في الدقيقة 72 الهدف الفوز. وبالتالي في هذا الموسم كعب نادي فنجة أعلى من كعب من نادي ظفار، هذه قد يكون عوامل مساعدة، لكن هذه كلها تترك بكرة لظروف المباراة. تتوقع نشوف مباراة كويسة يعني؟ والله أبو خالد أنا يعني دائما عندما نتكلم في عن نادي الظفار والظفار ومجموعة من اللاعبين في المنتخب من هذا النادي ومجموعة اسمين الفريقين وتاريخ الفريقين أن نتمنى أن نشاهد يعني مباراة ممتعة، ونتمنى أن نشاهد مباراة من زمن الجميل يعني، خلينا دائما نحفز المباريات التي لم تقام، نحفزها من الجانب المعنوي، على اعتبار أن احنا يهمنا أن عندما نشاهد ظفار يقدم مستوى جيد هذا شيء جيد، عندما يهمنا عودة نادي فنجة ونشاهد نادي فنجة يقدم مستوى جيد هذا شيء جيد احنا كمتابعين للدوري. وبالتالي اللي يريد يحسم المباراة هم اللاعبين داخل الملعب، اللي يريد يحسم المباراة هو كيفية التعامل مع ظروف المباريات وكيف هيئ كل فريق فريقه، وخاصة نادي فنجة بكرة، لأن نادي فنجة يمر في حالات نفسية سيئة جدا خلال الفترة الماضية، النتائج ما كانت إيجابية برغم ان سجل فوز لكن النتائج ما كانت ايجابيه، عاد الحاله النفسيه السيئه والاسوء في نادي ظفار، هل بكره الفريقين او اداره الفريقين راح يعودوا او يرجعوا الحاله النفسيه للاعبين والجهاز ومع الجهاز الفني؟ يعني نترك بكره نشاهد ان شاء الله، نترك الامر لهم ونشاهد من بكره المباراه كيف ما تسير راح نشاهدها ان شاء الله. طيب شكرا لمن يعني محمد وهيثم ايضا تعليقكم على المباراه بننتقل للمباريات. هو تعليق واحد بس يعني بالنسبه للمباراه لفنجة اهميتها ايضا تكمن انه المباراه القادمه للسويق مع العروبه، فبالتالي هو ما يريد يخسر هذه المباراه لكي لا يكون الابتعاد يعني كبير عن سباق المنافسه، فرضا لو انه السيناريو حصل وفنجة خسر هذه المباراه والسويق ابتعد في المباراة القادمة أمام العروبة، فبالتالي يكون فارق النقاط ما بين السويق وفنجة 6 نقاط، هنا تكون انتهت آمال فنجة في الحصول على بطولة الدوري. فلذلك فنجة يفكر في هذه المباراة الصعبة، ولما نقول فنجة وظفار أو ظفار وفنجة نترك كل الحسابات خارج، كل الحسابات حالتهم المعنوية موقعهم في الدوري اي شيء نتركه جانبا، لانه المباراه ليست مباراه عاديه، وانما هي مباراه ديربي معروف، دائما ما يكون حاضر، دائما ما يكون هناك يعني مستوى فني في المباراه، رغبه من الفريقين، وايضا يهم ظفار ان يعرقل فنجة وما يترك طريقه سهل للحصول على بطولة الدوري، وخصوصا أنه يكون عبره هو كي لا ينفرد أيضا فنجة بعدد مرات الفوز ببطولة الدوري التي يتشارك فيها مع ظفار. فبالتالي المباراة للظفار أيضا مهمة من عدة نواحي، هنا نترك كل الحسابات الأخرى وموقع الفريقين والظروف اللي يمر فيها الفريقان، وأعتقد أنه
أيضا هناك فرصة لظفار بأنه يلعب البطولة الخارجية في حالة حصوله على المركز الرابع. هو الآن 31 نقطة وصاحب المركز الرابع يفصل عنه نقطتين، فبالتالي أيضا توجد له فرصة في الحصول على المركز الرابع وبالتالي المشاركة في بطولة خارجية. فأظن أنه هذه كلها عوامل تجعل المباراة مهمة بالنسبة للفريقين، والمباراة غير قابلة للقسمة على اثنين بالنسبة لفنجا. فنجا التعادل لا يرضي ولا يعطي ولا يعني ولا يحقق طموحه ولا يخدمه أيضا بالنتيجة. وكلنا أن بطولة الدورة قد تحسم بست نقاط خصوصا في حالة النتائج الأخرى. النتائج الأخرى. فلذلك سويق اليوم أنجز المهمة ووضع فنجا والعروبة على قدم سواء في الضغط. طيب شكرا محمد. بننتقل للمباراة الثانية، ظفار وفنجا مثل ما ذكرت الساعة 8:30 في مجمع صلالة، بتكون منقول عبر القناة الرياضية. العروبة صاحب المركز الثالث أبو صقر بيلعب إن شاء الله مع الشباب مباراة في مجمع صور، ستنطلق الساعة 9:15 بتكون منقولة على قناة عمان مباشر. الشباب أحوج للنقاط، العروبة أحوج للنقاط، واحد يريد يكون أقرب وقريب من الصدارة والفارق يظل كما هو، وفريق آخر يريد 3 نقاط أيضا عشان ينتشل نفسه من الموقع الخطر اللي موجود فيه. مثل ما تفضلت أبو خالد، طبعا المباراة مهمة للفريقين مو فقط للعروبة. الشباب إذا خسر في هذه المباراة وصور فاز، فالشباب يكون في المركز ما قبل الأخير. صحيح. وبالتالي هي يعني موضوع هذا مزري جدا لفريق يعني تراجع كثير يعني بالنتائج، أيضا يعني هذا الموسم غير مقنع إطلاقا. العروبة لا مجال للتعثر أو الخطأ، هذا شعار هذه المباراة بالنسبة للعروبة. إذا أراد أن يبقى منافسا على اللقب يجب أن يفوز أولا على أرضه أمام جماهيره، ومن ثم الأسبوع يعني المباراة المقبلة اللي سيخوضها أمام السويق في يوم السبت هي اللي تحدد. لأنه أنت إذا فاز العروبة وتعثر فنجة، فبالتالي العروبة يكون ملاصق يعني قريب من السويق بفارق نقطة. فبالتالي هي مباراة يعني لو أراد أن حامل اللقب أن يستمر بالمطاردة للحفاظ على لقبه، اعتبرها مباراة حياة أو موت. صحيح. بالنسبة للاعبي العروبة عليهم أن يدركوا ذلك جيدا حتى يضع الفارق مثل ما هو نقطة. نعم. ثم العروبة مثل ما نعرف أنه استغل التوقف بلعب مباراة قوية أمام فريق بيروزي الإيراني، وبالتالي يعني الفريق ما كان ايضا مدرب كوبمان عليه المدرب الهولندي ان يعني يترجم. الان هناك بعض الاعتراضات على المدرب انه المدرب عنده تدخلاته والى ما ذلك، وشاهدنا ايضا فريق العروبه اداء ما كان يعني على نسق واحد خصوصا في المشاركه في البطوله الاسيويه. فبالتالي العروبه عليه ان يعود ولو من بوابه الشباب في مباراة صعبة. دائما نقول هذه المفردة صعبة بين هلالين، أذكر زميل علي مبارك الحسني لأن يستخدم هذه المفردة عندما تحصر بزاوية على حالة تحكيمية يقول لك صعبة وانتهى الموضوع. فمباراة صعبة جدا جدا بين الفريقين، المارد عليه أن يفوز، والشباب أيضا خسارته تعني الدخول في النفق المظلم، وهو أيضا في موقف خطير الآن. يعني مباراة صعبة أيضا إلا لأنه يلعبها في المجمع الرياضي في ولاية صور. فبالتالي طبعا أيضا بالمناسبة يعني إحنا اليوم شاهدنا فيدران مهاجم صحار يعود للتسجيل، فمحمد تقي أيضا يعني عنده 10 أهداف. محمد تقي أيضا يجب أن يعني يعود مثل ما شاهدنا هذا الموسم في بدايته والأهداف اللي سجلها، وقلنا محمد تقي هذا الموسم غير بصورة مغايرة، يظهر يستعيد بريق الأمس يعني ألق الأمس عندما كان في الأندية اللي مثلها، يمكن أبرزها كان نادي مسقط عندما أحرز معه لقب الدوري. فبالتالي المباراة مهمة جدا، لا تقبل القسمة على اثنين. الدور الأول كان فايز العروبة على الشباب 5. نعم، لكن الظروف مختلفة الآن، فبالتالي الآن كل واحد يبحث عن 3 نقاط، ما في حل. تعادل طبعا الفريق العروبة إذا تعادل أو خسر يعني، حتى الشباب لو تعادل أو خسر يعني بتكون، بس العروبة باعتبار ده يريد يحافظ على اللقب يكون قريب، ومباراة المقبلة مع السويق يعني هذه مباراة من العيار الثقيل جدا.
فبالتالي ايضا يعني مو يعني لا يجب ان يكون هناك سهوله للفريق المنافس انه استسهل الفريق المنافس، كل شيء جاهز. وفي دوري عمان تن المحترفين هو ما بين الخوف ويعني والحذر، لانه الشباب الان في المركز 12 يعني الفريق اللي يلعب الملحق على الحسابات الحاليه، وفنجا يخاف من فقدان اي نقطه حتى لو كان المنافس يعاني العروبه. الشباب لم يعني ما كان سيء خصوصا خلال الفتره القليله الماضيه بعد تغيير المدرب. الشباب ما سيء، كان يظهر بمستويات جيده في بعض المباريات واستطاع انه يفوز. وبالتالي هنا الخوف من 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 من, من التعثر او خوف العروبه من التعثر. ايضا الهروب، دافع الهروب، والان احنا قلنا انه الفرق اللي في المؤخره والفرق اللي تصارع للبقاء هذه تعتبر اكثر خطوره من الفرق اللي تلعب في وسط الدوري. وبالتالي اليوم العروبه لو كان يلعب مع صحاره او النهضه او ظفار او صحم ربما تكون اموره يعني او المباراه تكون اقل قتاليه من الفريق الاخر، لكن اليوم انت تلعب مع فريق يعرف انه امله في البقاء يعتمد على هذه المباراه، فبالتالي تلاحظ الاندفاع البدني، تلاحظ القوه، تلاحظ الشراسه في ارضيه الملعب، تلاحظ انه الامور تكون صعبه وصعبه جدا. فاعتقد ان المباراه دائما احنا نقول كره القدم هي عباره عن يعني او المباراه في كره القدم هي جزئيات، وفي ظروف خارجه وقبل المباراه تلعب دور كبير في مباراه اليوم. يعني مثل اليوم الكلاسيكو ما حد كان يتوقع الريال حتى يتعادل، لكن ظروف لاعبين من السفر ولعب مع منتخبات حصل الفوز. مبروك العاصي، مبروك يا هيثم. طيب لكي تعليق عشان هيثم، عشان بس ما تحمد ما تزيد طبعا. على العموم انا اعتقد ان المباراه بتكون صعبه بالنسبه للعروبه. تعليق العروب محمد خلص؟ لا العروبه خلاص كفو ووفو. انا بالنسبه للمباراتين بس هي تعليق مباراه العروبه. مباراه العروبه هي اتكلم لك محمد تكلم يا اختصر لي هو يعني تعرف اليوم صار الفارق بين العروبه قبل مباراه بكره 4 نقاط على فكره. اي اربع نقاط العروبه 40 ايوه 40 مقابل 44 مباراه. هو ما يوصل للصداره يعني كل الاحوال طبعا يبقى الفارق، لكن تكسب 3 نقاط بكره من الشباب وتلعب مباراة القادمه مع من؟ مع المتصدر. ايوه المتصدر هذا اللي يفكر فيه، وتنتظر نتيجه مباراه اللي عندك في نفس اليوم اللي هي مباراه فنجة وظفار. يعني بكره في يعني الان في تفكير ضغط على الفريق العروبه وعلى فريق فنجة. اكثر شيء انا اقول فريق العروبه هو اكثر ضغط، لان المباراه اللي بعدها بعد مباراه بكره مع الشباب تلعب مع المتصدر اليوم ارتاح خلاص مثل ما تقول انا قال لك انا تقدمت عنك. لكن العروبه لو كسب مباراه الغد وكسب مباراه سويخ نستطيع ان نهني. لا اذا تكسب متصدر نستطيع ان نهني ببطوله الدوري. يعني باقي الاصحاب وباقي المسقط حاله تعثر فنجي نفسه. انا طبعا بغض النظر لانه فنجا هيواجه السويخ، فبالتالي واحد منهم يعرقل الثاني. شوف يعني احنا نتكلم كنا مباراه كاس، شوف الحين مباراه كاس يعني هاي النقاط المهمه تروح الى المرحله اللي بعدها. يعني مباراه بكره العروبه مباراه مهمه جدا، يبقى الفارق السويخ نقطه اذا يفوز بكره الشباب نفس الحاله يا اخو خالد طبعا يريد يطلع من هذا المازق. يعني الان في النقطه 22 نقطه، بكره يفوز على العروبه يروح الى نقطه 25 ياخذ يعني يبقى مع المصنع يعني يروح مع الفريق المصنع. هو اكيد اي فريق الان في هذه المرحله يعني فهذه المرحله اي فريق كيف تتعامل مع المباراه بكره؟ ايوه كيف تتعامل وعارف ايش اللي تريد من المباراه، انما اذا جلست تفكر في المباراه القادمه هي تشوف هذه النقطه احنا دائما نتكلم عنها ابو خالد هي تركيز في مباراه بكره سواء كان العروبه او نادي الشباب. مباراه بكره لا تفكر انت في مباراه السويق كيف مباراه القادمه مع السويق، لكن مباراه بكره الشباب او العروبه. صور والنصر الهلال الساعه 6:45 في صور. نعم يعني تشوف ابو خالد هو في مباراتين المتبقيات صور والنصر صلاله والخابوره طيب الاهداف واضحه بالنسبه للفريقين. عندي فريقين في المباراتين هذين اللي هو النصر والخابوره الثقل عندهم في الكاس، عندهم الان الثقل والتفكير اكيد رايح يكون في الكاس. النصر ما عنده مشكله، لكن الخابوره عنده مشكله. لا النصر ما عنده مشكله ترى، ونفس الشيء الخابوره. الخابور عنده نقطه الدوري. أيوة. الدوري نفس الشيء. أيوة. فانا اذكر لك الان في طالما ان احنا فاذا اخذنا كمباراه صور والنصر، صور هو محتاج المباراه بشكل اكبر من النصر.
اي صحيح طبعا. يعني هذه هذه يجب انها تكون الحسبه، هذه حسبه ترسم عليها قراءاتك انت كلاعبين كمدرب كاداره للفريق. وانا قلت لك اي عمل اي عمل، وهذه دائما اركز عليه في هذه الجزئيات خاصه في اخر الدوري، اذا ما كانت هناك في مسانده جماهيريه مفعله لانها تكون معززه للفريق، اذا ما اعتقد انه العامل الفني وحده ممكن يكفي لاي فريق في هذه المرحله. لكن صور فنيا من الاريح فنيا صور فني النصر، فنيا النصر اذا كان في مستواه هو النصر. النصر النصر الارقام نعم، الحاله المعنويه النصر هو الافضل. النصر لاحظنا نتائج كثير جيده في بعد استقرار الان يعني مع خساره صور الفنجي 4-2 يعني حتى في مسابقه الكاس اكثر فريق اللي هو النصر خاض مباريات قويه اللي قدر يعني اقوى كقوه منافسه ولعب فالفريق قدم عطاءات كبيره لعب مباراه مع اسحار وكاسب كاس مازدا أيوة. نادي النصر يعني ولكن صور صور ممكن يستغل الوضع انه هو يلعب في ملعب يعني هذا الوضع. اذا هناك يجب ان ما عنده حل صور الا يفوز ما عندك حل، يجب ان تكون المسانده قويه للفريق، يجب ان يكون الدعم للفريق جاهز، يجب ان يكون الفريق هو اساسا مهيئ للمباراه، لان المباراه هذه ممكن انت تفتح لك يعني اليوم احنا لاحظنا تفتح لك امل اكبر. ايوه لان النتائج اللي حصلت في مباريات اليوم ممكن يعني انت تخليها يا تخدمك يا تضرك بفوزك. طيب بمعنى ايوه صلالة وال في نفس الوقت صلالة والخابورة صلالة عفوا وال صور ابو خالد ترى خلاص موضوع صلالة والخابورة يعني صور مباراته مع النصر بكره ومباراته القادمه تعرف مع الخابورة طيب مهما كان يعني هو خلاص الحين اربع مباريات راح نقلنا عاد ما في حل الان انت تحسب في هذه المباراه فكل مباراه تاخذها بخطوه بخطوه صلالة يعني. والخابورة يا ابو صقر بيلعبوا بروفه قبل الاربعه القادم الكاس بكل تاكيد هو هذا التعبير المناسب لهذه المباراه طبعا الخابورة يعني صلالة هارد لك لهم مسابقة الدوري يعني الخابورة طبعا يهم النقاط يعني بشكل أكبر لأنه صلالة أنا صلالة نازل خلاص لا يعني شوف رقميا لا هو رقميا لكن يعني لكن الوضع ما يعني خلاص صعب كثير يعني وضع صعب كثير جدا صعب فبالتالي هي مباراة صعبة طبعا أيضا قوية جدا بين الفريقين الخابورة الفريقين لديهم المعنويات الآن بغض النظر عن مراكزهم على اعتبار أنه سيتواجهون فعلا في مسابقة الكأس الغالية لكن الأرجحية طبعا يفترض أنه لنادي الخابورة لأنه الفريق الآن أيضا يضم عناصر مهمة جدا من ضمنهم سعيد عبيد و سمير البريكي وغيره من اللاعبين بنفس الوقت صلالة احنا شاهدنا تألق بعض لاعبين من ضمنهم المخضرم هاشم صالح وعبد المجيد طبعا لاعب شاب لاعب المنتخب الأولمبي بالإضافة إلى غانم بيت سعيد أيضا من اللاعبين جيدين مع الكابتن يونس اللي ما أعتقد أنه يمتلك يعني رجل العصا السحرية حتى يمكن لو ماسك الفريق من بداية الدوري كان نشوف شكل آخر لنادي صلالة. إيه مجتهد. مباراة يعني صعبة بين. صعبة. ولكن صلالة كحسبة يعني لو فاز كل مبارياته وخسر اللي هو صور والشباب ممكن إن يلعب ملحق. هذا مستحيل. وهذا. يعني لازم يعني لازم خسر كلهم وأنت تفوز كلهم. ترى هذا أقول لك هذا صح. إحنا فهي مباراة بكرة تحدد الأشياء. يعني صح يعني صلالة. ايه وانا اعتقد انه حسابيا انا كلمك محمد انا ما كلمك صلالة انه هارد لك ونهايه رجل شجاع الفريق ما كان سيء ابدا في الدوري والفريق ما خسر نتائج كبيره بالعكس كان يقدم مستويات كبيره ولكن ربما خبره يعني التعامل مع دوري مثل دوري المحترفين اعتقد انه ما كان يمتلكها وما استعان باللاعبين يعني اللي ممكن انهم يعطوا الفريق قوه كبيرة في الدوري اللاعبين تنقصهم خبرة وإن كانت هناك مجموعة من الأسماء رائعة الأدوات ضعيفة عندهم حتى الأدوات ضعيفة أدوات فبالتالي يعني حتى حسابيا يعني إحنا بصراحة صلالة يعني انتهى نقول إلى اليوم أنه الفريق ما خرج حتى لو فرضنا أنه فاز الفريق وفاز الشباب وفاز صور انتهى بالنسبة له الدوري حتى الملحق بالنسبة له خلاص انتهى مباراة بكرة يتحدد فبكرة في كل الأحوال كثير من النتائج يعني هو يحتاج إلى أنه يلعب الملحق
الفرق اللي تخسر كلها لكن هو مباراة الان كوضعيه بالنسبه لصلاله بس مباراه يعني مباراه غراءات يعني مو معناه انه الفريقين الخابوره هل معناه محمد مباراه غراءات هل معناه انه صلاله يدخل في يرفع الراي البيضاء لا لا لا, لا في الجوله الماضيه فاز على هل صلاله الان تغلو وين يكون لازم يركز على الكاس على من الجوله الماضيه الخابوره بيكون عنده فاز على فجاز طبعا لانه تم المباراه ونفس الشيء هم الكاس لما بيلعب طيب هو هو فاز على فنجي في الجوله الماضيه بس توقف فتره طويله امكانيه انه يفوز ايه بس الوضع ما الوضع ما يساعد اصلا هو الوضع الحين وضع موجود فيه في خسر خسر خسر, خسر من النصر ايوه الجوله قبلها كان من فنجي طيب اعطونا التغريدات اربع مباريات هذه بتكون الختام بكره ونتكلم عنها ان شاء الله يعني في لقائنا يوم الاحد التغريدات اللي موجوده في البرنامج مع كل الشكر لكل مغردين سلمان الكازرون يقول علامه استفهام كبيره لاداء نادي المصنع ما السبب في اعتقادكم والله هذا عاد السبب احنا تكلمنا عنه وقت المباراه طبعا منتصر يمكن الحمد لله على فوز صحار والتحكيم علامه استفهام وثلاث علامات اربع علامات تعجب ثلاثه يعني ابو علي يقول مبروك فوز صحار رحل المدرب ابدع اللاعبون وينكم من زمان يا اداره نشفتوا دمنا محمد ضاعن رشدي يقول أبارك لجماهير صحر هذا الفوز المهم كما أبارك لهم صحوة الفريق وعودة الروح له متمنين أن تستمر هذه الصحوة في الجولات الثلاث المتبقية وجمال الشبلي يقول الأخضر يراضي جمهور بالثلاثة نبارك الجمهور وجمهور يستاهل درب الانتصارات ولو بعد حين معنويا جيد إبراهيم محمد نقول مبروك للتماسيح تغيير مدرب جاب نتيجة مرضية لنا كجمهور لكن ننتظر استقالة إدارة نادي صحار بالقريب العاجل وتجي إدارة تخطط صح عمر الكيومي السويق استحق الفوز رغم تأخره بهدف ظهر بأداء رائع اليوم مبارك الحمدان يقول عاد صحار أو عاد صحار بثوب المتعة وإن كانت نسبية فوز معنوي مهم ونتمنى استثماره والعودة إلى هدف الفريق في الموسم المركز الرابع علي الشيزاوي نبارك للتماسيح الفوز وعودة الروح القتالية وتغير المدرب أو تغيير المدرب أعطى دفعة معنوية إيجابية نتمنى تحسين موقعه في جدول الدوري أبو علي يقول صحوة صحار في الأمتار وشكرا جزيلا الأمتار الأخير بنكمل عنك وشكرا جزيلا لحكم المباراة والقيادة والإبداع في هذه المباراة كانوا مع ثمانية على التحكيم سالم الهاشمي يقول فوز النصر تعادل ظفار وفنجة فوز العروبة توقعاتي طبعا شامس الرحبي يقول أتوقع التعادل حاضر في جميع المباريات التعادل ما بيخدم حد بعد فيهم محمد العامري هذه المباراة صعبة كثير بالأخص للملك الفنجاوي ظفار ما راح يرضى أن فنجي يتصدر على حسابه وأتمنى من فنجي يفوز ولو بواحد صفر آخر تغريدة معنا يقول محمد أتمنى التوفيق لأصفرنا الفنجاوي ولو بهدف وحيد شكرا لكل المغردين الفاصل ونرجع نخلص اللي عليه طيب عندي تقريبا دقيقة ونص وفيصل بكرة ممكن نشوف أشياء أكثر وضوحا هي أبو خالد مع ختام الجولة 23 كل تأكيد يعني تعرف الأندية اللي تبحث ناديين نادي ظفار ونادي عفوا نادي فنجة ونادي العروبة للصدارة أندية الخابورة وصلالة وصور والشباب هذا تبحث عن يعني طوق نجاة يعني وبالتالي مباراة بكرة نتوقع أنها تكون مباراة يعني أعد لها إعداد لا في ملامح بتظهر تعتقد بكل تأكيد بكل تأكيد بكرة في ملامح راح تظهر لمسار الدوري للهبوط إيه لأن في المقدمة يعني حتى الصدارة حتى الصدارة أنا أتوقع بس للهبوط الصدارة. حتى الصدارة يعني نتائج بكرة للهبوط والصدارة إيه بس تظهر ملامح إيه تظهر ملامح ملامح وكل تأكيد راح تظهر يعني بكرة لو خسارة نادي صلالة صلالة خلاص يودع خسارة فنجة وخسارة يعني العروبة حسابيا راح يعني يودع فعليا وحسابيا يعني حتى لو خسروا فنجة والعروبة ما زال وشاءة القدر أن يلعبوا بكرة صلالة والخابورة كل الفريقين يلعبوا بعد ثلاثة أيام في الكاس وكل الفريقين محتاجين إلى مباراة بكرة
ما في دور الله يبريح مثل مباراة صحة ما في شيء بكرة المباراة تكون من بنكمل بكرة طيب. الكلام إن شاء الله بعد نهاية الجولة 23 إن شاء الله. شكرا لأعضاء فريق الدكة هلال المخير محمد العاصمي طلال العامري وهيثم خليل مشكورين. شكرا لكل المشاهدين إلى اللقاء.